بسم الله الرحمن الرحيم. أي وردة بنتي؟ On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f dx égale x ln dx moins 1 demi ln carré dx. On désigne par c sa courbe représentative dans le plan menu d'un repère ordonnée OEG. Premièrement, a montrer que limite x tend vers plus l'infini de f dx égale à moins l'infini. 0, 0 plus. Et 0 plus. Donc c'est plus l'infini, normalement. Ah. Ben, donc la limite. Lorsque x envers 0 plus df dx. Il y a la limite x envers 0 plus l'infini de x ln dx moins 1 demi ln carré dx. Ok. L'est égale à la limite lorsque x envers 0 plus. Now, on écrit l'expression taille x ln dx moins 1 sur 2 ln carré dx. Ok. نبدو بالوحدة بالوحدة. ده. x ln dx. طيب قداش الليميت بتاعها في الزيرو بليس وردة؟ x ln dx عندنا ال ln dx مول انفيني. يلزمك اول حاجه تخمم من فيها في الليميت بتاعين الان باش نعملوا كالكيول ديريكت باش تعطيك هي زيرو بليس فوا مول انفيني. عندنا مول انفيني فوا زيرو. باهي بنتي صحيتي سمحه. دونك هنا مادام هي فورم ما ديترمينيش الليميت ازيال، شنو هما الليميت ازيال بتاعين الان في الزيرو بليس يا ورد؟ عندك عندنا كعب ال ln dx مول انفيني. عندك كعب تاهم. عندك لا ليميت لورسكي اكس تنفير زيرو بليس دي ال ان دي اكس ايجال مول انفيني. وعندك عندنا ال ln dx سير اكس. لا نحكي في الزيرو بليس يا ورد، جيس نحكي في الزيرو بليس تو بعدين نحكي على ال x ال ln dx. بارك الله فيك. وهيك شنو مكتوبه قدامك؟ اي ايجالا كومبيان؟ ايجالا زيرو. معناها عندي لو دي ليميت ازيال تاعين الزيرو وبلوس، صح؟ اوكي؟ دونك لو دي ليميت مادام هما ازيال دونك يتحطوا ديريكتومون. دونك هذا قداش قلنا؟ سي زيرو. زيرو، اوكي. باهي نجو توا ال ان دي اكس قداش قلنا؟ سي موا لانفيني. موا لانفيني. كي نعملوا او كاريش تولي؟ بلوس لانفيني. دونك هذه سي بلوس لانفيني، اوكي. مع السيني موا اش تولي؟ موا لانفيني. دونك سي موا لانفيني، دونك ريزولتا فينال قداش؟ مو لانفيني. دونك مو لانفيني، شفتوا تو كي تجوا تحطها تحطها ديريكتومون هكا ولا لا؟ من هكا علاش ديما شنو نقول لكم؟ كا اي نبدو يا سيدي، اول ليميت شنو هي؟ لا ليميت لورس اكس كونفير 0 بلس دي اكس ال ان دي اكس ال ان دي اكس يقال 0 اي ليميت لا ليميت 0 بلس دي ال ان دي اكس كونفير 0 بلس صحتي دي ال ان دي اكس ايجال مو لانفيني. مو لانفيني هذا باش يعطيك انه اوكاريش تعطيك لا ليميت لورس اكس كونفير 0 بلس ال ان دي اكس كاري يقال بلس لانفيني صح هاتي ايجال بلس لانفيني. كان تلاحظوا باش تحطوا ريزلتا ديريكتومون. هو اش قال لك؟ هو قال لك مونتري كي لا لي. من هاك علاش احنا يلزمنا نحددوا؟ وريتوا هذا لازم جيستيفيكاسيون. تشوفوا صحتي لازم جيستيفيكاسيون. جيستيفيكاسيون هو احنا فما شكون يعمل هذا؟ نعاود نوضح بالله فما برشا توضيح هذا جست. ريتوا راه التبربيش هذاك الكل راه ما يحبوش في الباكرا باش نكونوا واضحين. تو سامبلومون انت اش قلتي؟ هذه ما هذا تنجم تعملي انت تبربيش مثلا في المسودة وإلا بالقلم الرصاص ولا حاجة، تقولي هذا ماشي للزيرو وهذا يتك عندي سي موال لانفيني أو كاري سو بليس لانفيني، من بعد مع السيني موال تعطيك موال لانفيني، دونك ريزولتا موال لانفيني. شو تجي تعمل؟ اللي خدمتيه لهنا هذا الكل اكتبيه سهل ياسر. هذه قداش قلنا؟ زيرو اكتبها ماشية للزيرو ستيم ليميت يزيد. اي عندك هذه ماشية للموال لانفيني مع الكاري تمشي للبليس لانفيني. بطبيعة الحال بعد اللي نجمعوهم مع بعضهم يعني اكس عندي اكس موا افيك ان سيني موا قدام البليس لانفيني قدام البليس لانفيني فوالا تولي لك موان لانفيني موان لانفيني اوكي ولا لا. دونك هي كالكيل ديريكت دي ليميت ديمونستراسيون باش تبينها خاطر مادام عطيك ريزلتا كان جي قال لي كالكيلي لا ليميت لورس اكس تنظر 0 بليس دي سي موان لانفيني ولا حكايه. ويا محمد تفضل. مش لازم جستيفين في بالي. لا علاش عادي كالكيل ديريكت ودي ما تعمل جيت حطيت هو قال مونتري. خلاص اسمعني يا محمد لحظه ورد راه شوفوا جاي هو الشروع عطاك هو قال لك بيانات تساوي موال انفيني معناها نجي مونتري موال انفيني ونحبس محمد فهمت. كان قال لي كان قال لي كالكيلي كان قال لك كالكيلي وعملت له موال انفيني حتى لو كان اماني ننبه نذكر ننبه ريتهم لي ليميت ازيال ديما نكتبهم ريت مع التلامذه اللي يعرفوني واحد روح عندي ديما اي ليميت ازيال نستعملها نكتبها. شنو هي ليميت ازيال الاولى ودي؟ هي هما اللي دي ليميت ازيال شفتهم كتبتهم وكاهو كار خاطر هذا عرفهم من الكوري كي نقول كار عندي هذه معناها راني هنا الحاجه هذيك استندت على الكور نتاع شنو؟
اوكي شفتهم لي ليميت الجيه الاولين محمد، انا احطهم في مخك وريتهم معناها سويت. خاطر قال لي مونتريه معناها. اي هو ابار قلت لك قال لي مونتري ديجا، حتى كان قال لي كالكيلي، انت لازم تقول له اما مفيد كي يقول كالكيلي ما عطاكش ريزلتاك تقول له لامبيني مفيد انت وصلت للريزلتا نتاعك، اما قال لك مونتري تو هي ديريكت اش نعمل نجي نتفرج عليه نقول لها هيك، يقول لي هاني سالتك هيك كاكا. اي من بعد علاش بالضبط فهمتني شنو نقصد هكا علاش، دونك يلزمك ديمونستراسيون باهي شنو هي الانتربريتاسيون اقرا فيك يا ورد. بعد قال لي هي سي دي اف ادمي صحيح، دونك عندي لا ليميت لورسكي اكس بون فير 0 بلس دي اف دي اكس ايكال موان لانفيني، دونك الانتربريتاسيون جرافيك نتاعي هو سي لا كورب سي سي دي اف ادمي سي ادمي فين سي سي الكورب سماه سي و سي دمي فوالا ادمي ان اسمتوت تانجنت وردة لحظة محمد نسلك الميكرو محمد كان وردة تتكلم ها جيست باش نحاول نمشي ورا لها رجعت ونسيتها ايوا بركة بدي هاي ادمي ان كوا مين دي ميكونجون اسمتوت فيرتيكال اسمتوت فيرتيكال ديكواسيون ايه اكس ديكواسيون اكس ما هو هكاك ولا لا ايه اكس يقال لك يقال لها زيرو وردة ما تضيعيش لو اكس ماشية لزيرو ليكواسيون اكس يقال زيرو اصلا طبعا نقولوا ايكغيك نمشيو نشوفوا لي ريزلت تاعنا اوكي ولا لا باهي. هذا بالنسبه للانتربريتاسيون جرافيك باهي، كملي لي في الكيستيون اللي بعد مونتري كي ليميت بلس لانفيني دو اف تي اكس يقال بلس لانفيني اوكي لا ليميت لورسكي اكس بلس لانفيني دي اف دي اكس ايكال نعاود نكتبوا الاكسبريسيون تاعي لا ليميت سيب لا لحظه ويا بابا لا x على ال x هاي تكلم نسمع فيك بس نحب نتبع ما قيدش تتقيد السيونس بعتالي هاي السيونس باش تلقاها في شين يوتيوب يا محمد باش نكتب والبي دي اف باش نبعث على التلميذ بعتالي اي تلميذ حاجة البي دي اف نبعث للبي دي اف يعني باش نبعثها ونخدموا فيها اذا كنا نبعثها ولا بي دي اف واضح اوكي وبالنسبه للمهم ايه بس هو السيونس تلقاها في شين يوتيوب اوكي ليش بتهبط على الجروب مسيو؟ لا لا في شين يوتيوب السيونس هاي بابا اوكي اعطيني اكس ال ان دي اكس تو نحسبو نبدو اكس ال ان دي اكس في البيس لانفيني عندك الاكس بلس لانفيني ولا ان دي اكس بلس لانفيني هذا بلس لانفيني اوكي وهذا شنو تعطيك؟ بلس لانفيني لحظه حسيني مو اش تولي مو لانفيني مو لانفيني اش نعمل يا ورده؟ عطتني فورم ان ديتيرميني معناها من فورم ان ديتيرميني بلس لانفيني مو لانفيني اي ورده اعطيني نجمو نضربو نقسمو على الاكس ولا نخرجو على لان دي اكس فاكتور باهي شوفي جاي اذا باش تخرجي اكس فاكتور تحب تخرجي لان دي اكس فاكتور باش تبقى لك نفس الحكايه راه فهمتي ولا لا؟ شوفي جاي لحظه ريان بنتي هاتو نجي شوفي جاي عندك سؤال ريان؟ برافو لا خلينا نسمع ريان سؤال فما شكون عنده سؤال ولا لا؟ باه نكملوا لحظات محمد برك ودي جيست برك نكمل مع ورده بعد ما نحكوا نكملوا الكيستيون بعد اللي عنده سؤال ينجم يسال. باه خرجوا اكس فاكتور شوفي باش تخرجي اكس اون فاكتور باهي ورده نمشي معاك ها ركزي معايا خاطر تمشي باه احنا نقولوا بيس لانفيني مو لانفيني خا مو باش نخرجوا اكس اون فاكتور هيك ولا لا؟ لا ليميت لوس في اكس تون فير ما وقتاش نخرجوا على ال ان دي اكس فاكتور كان اللي جاي كان جاي نجربوا نخرجوا اكس اون فاكتور هي هو ال ان دي اكس موا 1 سور دي باش تقول ال ان كاري دي اكس اكس صح اوكي ده هذا الميثود الاول اول حاجه نخمموا بيها نخرجوا اكس اون فاكتور اوكي ولا لا؟ ايه ايجالا كومبي هاي نبدو بعد ما خرجت اكس اون فاكتور نجرب نشوف هاي الالن دي اكس الاكس ما الالن دي اكس ماشيه للبلس لانفيني والالن كاري دي اكس الاكس ماشيه للزيرو صحيتي في البلس لانفيني بقيت لي لهنا شنو تبقى لي بلس لانفيني خلاص قداش سي بلس لانفيني كار نعم عندي لا ليميت لوس اكس اوفر بلس لانفيني اوفر بلس لانفيني الالن دي اكس يقرا بلس لانفيني ايه لا ليميت لورس كي اكس اوفر بلس لانفيني دي الن الن كاري دي اكس الاكس يقال زيرو يقال أزيرو باهي لي ليميت ايزيال اللي في البليس لانفيني هما هو لا ليميت لورسكي اكس كونفير بلس لانفيني دي ال دي اكس قلنا قداش
بلس لانفيني. فوالا دي ln x بلس لانفيني. وعندنا لا ليميت لورس كي ln dx سر x. نجمو نعملو ln dx سر x اللي هي تمشي لزيرو زاد اكثر بريسي. نجمو نقولو تمشي زيرو بلس ولا؟ لحظة يا وردة بطي نحو فيها زيرو بلس يعني بطي زيرو مو علاش. جست هنا عندي زيرو. زاد نجمو نخدمو اون جينيرال بلو جينيرال معناتها نقولو نجم نعمل ln دي كوا. على على بويسونس ام سير اكس على بويسونس ام هاي ماشيه لزيرو يعني ln او كاري سير اكس باش تعطيك زيرو ln او كاري دي اكس سير اكس على بويسونس 3 باش تعطيك زيرو كلهم باش يعطوك زيرو اوكي ولا لا جينيرال على فكره حتى هذه راه بلي جينيرال اكس على بويسونس ام اكس على بويسونس ام راه ln توجور ايغال زيرو سي زيرو دونك سيسون دي ليميت ايزيي بلي جينيرال اوكي به هذا بالنسبه لنا احنا ولقينا الليميت نتاعي قال لكم بيان قال او بليس لانفي بليس لانفي به ويا محمد تفضل اذا عندك سؤال لا بسي سي 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 بعد ما نكملوا الكيستيون بعد نشوفوا الاسئله نتاعنا شنو هي محمد توريت نعطيك المعطيات اللي لا بسي ضعيف يعني في الفورم الديترميني معناها هو ديما بليس لانفيني مو لانفيني مع الالان ديما خارج اكس اون فاكتور هما حاجتين يا تخرج اكس تخرج الان اما اول فكره تخمم فيها تخرج اكس اون فاكتور ما جاوبتنيش مسيو قلت لك علاش ما خرجناش الالان دي خاطر انا ما وقتاش ما وقتاش علاش كيفاش تخرجي الان دي اكس من هنا باش تلقى لك زاد الان دي اكس تولي لك اكس مو ان دي مي الان دي اكس زي ما عملتي شيء خاطر انا لا لا اما ديما تعرفي علاش نقولوا نخرجوا اكس اون فاكتور اون طون كي انني راني باش نقسم على اكس على خاطر الالان على الاكس ديما باش يعطيك زيرو فهمتي زيرو واضح من هناك علاش في الاكسبونسيال مثلا نخرجوا ساعات اكسبونسيال اون فاكتور خاطر اكس على الاكسبونسيال بون طون جا الاكسبونسيال اوكي باهي تو مفهومه الحكايه باهي بالنسبه لك قلت لك محمد تبع تبع كل فورميلات ريتهم هاني نعطي فيهم يعني نعطيك في ليميت قداش من ليميت اربعه ولا لا؟ والله اربعه اصعب بالك مع هذا الاربعه وكاهو فما دي ليميت الاخرين وكانت كي تبدا فونكسيون كومبوزي مع اكزرسيس ديما نقول هنا راني التلميذ كي تلقاها اكس ال ان دي اكس ماهياش ال ان هيك ال ان دي اكس وحدها ديما لازم يفرح التلميذ فهمتوا باه نتعدى الكيستيون اللي بعدها كملي لي سي ورده يلا هيا السي مونتري كي لا كورب سي ادمي فوازيناج دو بلوس لانفيني ان برونش بارابوليك دو ديريكسيون او جي اوكي لازم عندي لا ليميت اول حاجه ورده x بلس لانفيني بلس لانفيني بعد وين نمشي ترى مادام باش نحكي مادام لقينا ليميت في اللانفيني عطتني لانفيني دونك شنو نمشي نعمل شنو لا ليميت لورس كي اكس كونفير بلس لانفيني دي كوا شنو هي ليتاب اللي بعدها ورده اف دي اكس سير اكس اف دي اكس سير اكس ايغال باه اش باش تعطيك هذه هاي نحسبها ليميت في البلوس لانفيني دي اكس ال ان دي اكس سير اكس دي اكس ال ان دي اكس مو مو ان دي ال ان كاري دي اكس سير كوا سير اكس سير اكس سير ايغا توريت ولهنا باش نحاول نعمل سامبليفيكاسيون للاكسبريسيون هذه اش معناتها يعني من نقسمت على اكس دونك نحاول اكس على اكس اللي شتو لي هي عباره كيفاش اعطيني سامبليفيكاسيون اكس ال ان دي اكس سير اكس اش تعطي ال ان دي اكس مو 1 sur 2 ln carré dx sur x donc هذه وين ماشيه قول لي ماشيه للزيرو اوكي وهذه ماشيه للبلوس لانفيني دونك الريزلت كان باش نعطيكم شنو بلوس لانفيني بلوس لانفيني يعني ادمي ان برونش بارابوليك في ديريكسيون او جي هي الانتربريتاسيون غرافيك تاعها دونك سي ادمي اون سي بلا فسر لنا السؤال برونش بارابوليك يعني جاي دي ديريكسيون المشكل فيها شريتها كي تبدا مثلا ماكش مطلع على الكتير جرافيك يا محمد هذا المشكل فيها شريتها تنفصل يعني دي ديريكسيون او او جي او فوازيناج دو بليس لانفيني السؤال هو شنو قال لك؟ قال لك مونتري كي لا كور بي سي ادمي او فوازيناج دو بليس لانفيني برونش بارابوليك البرونش بارابوليك ولدي وضعتك تمشي تحسب اف دي اكس اكس ليميت نتاع اف دي اكس اكس حسب القاعده فهمت يا محمد ايه تنفر شنو شنو هي وانت وين هي الواحد بليس لانفيني دونك لازمك تحسب لا ليميت لو سي اكس كونفر بليس لانفيني دي اف دي اكس اكس اف دي اكس اكس باش تعطيك ثلاث حاجات يا تعطيك لانفيني يا زيرو يا عدد اذا عطاتك لانفيني برانش بارابوليك دي ديريكسيون او جي
اذا عطاتك زيرو راهو باش يعطيك برونش بارابوليك لديريكسيون او اي، واذا عطاتك عدد باش تمشي للاسمبتوت اوبليك والا ديريكسيون اسمبتوتيك. فهمتني ولا لا؟ علاش قلت لك ريت هذا كله هو بتاع اول لعن؟ شفتها الجنرال هكاتك هكا كله بتاع اول لعن. تو نبعث لك يعني ذكرني هيك زيد ابعث لك مساج، تو نبعث لك في شي بي دي اف فيه الريزومي اللي حاط يعني لي زيتاب اللي تبعهم. اوكي ايه سيب لا بث لي او فوازيناج دو بليس لانفي سي اف ادمين برونش بارابوليك دي ديريكسيون او جي او فوازيناج دو بليس لانفي دو بليس لانفيني. خاطر هاني نعاود نذكرك محمد، انت غير ركز لي بركه الحاجات اللي قلت لك عليهم لي ليميت ما حطيتهم في مخك ولا لا؟ وهنا فورم اند ديترمينيش عملت جست راني هنا اعتبار خرجت اكس اون فاكتور والا شنو قسمت يعني كالكيل دي ليميت لهنا قسمت وكاهو. ومن بعد ليميت في ال ان دي اكس هي شنو هي بلس لانفيني وهذه سي زيرو، هما القواعد الزوز موجودين حطهم ديريكتومون. اوكي اما علاش حسبت اف دي اكس ريكس هذا هاني قلت لك معناتها راهو بالنسبة لنا احنا ديما نجروا للي قريته في اول عام اللي كثير درا واللي كثير درا فيه. توا ديزيامون بيتي با شكون ياخذ الكلمة؟ ترى شكون ياخذ الكلمة؟ نقرا مسي لحظات فادي وينك يا فادي؟ صح شريتك مسي صح شريتك فادي. اي بابا اي montrer qu'il porte x appartient à 0 plus infini, f prime de x est égal à 1 plus x moins 1 ln de x sur x. Ok, bah. Donc, je n'ai pas dit le dérivé. Donc, on f, je f. Le dérivable sur 0 plus infini. Le dérivable sur 0 plus infini. Et pour tout x, tau. Appartient à 0 plus infini. Et pour tout x strictement positif, on appartient à plus infini, 0 plus infini. F prime de x est égal. ديما نعاود التمييز شنو نعملوا فادي؟ نعاود نكتب العباره مونتان دي مي ان كاري اكس دي تو بريم. باهي المره الاولى باش نعملوا الديريفي نتاع شكون؟ اكس ان دي اكس. اوكي باهي عندي الديريفي نتاع اكس ان دي اكس ويا ايه طالله وي وي تنجم تبعثي على اصحابك مش مشكله خاطر مفتوحه الحصه. باهي اكس ان دي اكس دونك نبدو الديريفي نتاع اكس ان دي اكس. هي اكس ان دي اكس اش تساوي الديريفي نتاعها؟ نبدو المره الاولى نعملوا الديريفي نتاع شكون؟ في الاخر نوضحها مثال نعملوا اكس ان دي اكس دي كو بريم موا ان سور دي ان كاري دي اكس بريم. لازم نعمل ان كاري دي اكس دي تو بريم مضروبه في الان دي مي انا قسمتها كاع. باهي اكس ان دي اكس سولا فورم شنو؟ فاتي اف و جي اي فوا في معناها اف و جي صحيح. نعملوا الديريفي نتاع شكون؟ محمد ديما الميكرو نتاعك مخصوص جوست كي نعمل بعد لي شكون فهم شكون ما فهمش هيك يقول لي اوكي. اما التدخلات ماذا بيا باش نبقوا منظمين ديما هيك اللي ذكرته هو الوحيد اللي يتكلم من بعد نعطيك الكلمه محمد. اوكي باهي ويندي باهي اوكي بابا هكا الميكرو بابا هاي نبدو كمل لي نسيت تعطيني نعمل دي اكس شكون ديريفي دي اكس بريم و ال ان دي اكس. اوكي من بعد بلس بلس دي ال ان دي اكس بريم x ok moi 1 sur 2 3 شوف لهنا باش تهبط شكون 2 fois ln prime de x fois ln de x دي تو بريم fois ln de x هكا ولا لا؟ وي اوكي مضروبين كلهم في الدوم باهي سي بون في ln de mi ايجال شنو هي الديريفي ln de x ln de x بلس الديريفي دي ln de x ان سير x ونضربها في x اش تعطي؟ x انسر اكس فوا اكس قداش تعطي؟ اكس اه ركز عاد ركز اوكي باه نجيو للثانيه تو هيك شفت الدي هذه والموانز ان دي مي باش تصير سامبليفيكاسيون بالدي ديريفي دي ال ان دي اكس قداش؟ انسر اكس انسر اكس تري بيان معناها باش تولي لك موا ال ان دي اكس سير سير اكس هكا وي باه هاي سيدي حاجتي بالريزلتا اللي طلبها مني اوكي دونك هنا عندي هي ln dx plus 1 مو ln dx سير اكس خلينا نعاود نكتبها لهنا ايجالا ln dx plus 1 مو ln dx سير اكس. ايش نعمل محمد؟ شفت الان هذا موجود في الريزلتات دونك نخليه هكا ولا لا؟ بليس والبقيه ايش نعمل؟ واحد المقامات صحيح نضربه في الاكس تولي لك اكس ln dx ln dx مو ln دي اكس سير كومبيان؟ سير اكس. شو نخرجوا اون فاكتور؟ ln دي اكس. صحيح دونك ln دي اكس فاكتور شنو؟ اكس موان زان سير اكس. سير اكس. ولي ln دي اكس سامحوني. اكس. اوكي.
fois x moins 1. Est-ce qu'il y a le résultat de la mini? Oui. D'où, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, on a f prime dx égale, on écrit le résultat de la mini, x moins 1 fois ln dx sur x. وراو باش نفسر لكم حاجه مادام اكتب هيكم كما هيك الديريفي وحاجه تبعت كما هيك راو باش تسهل لكم بعد الخدمه بعد ما نحسبوا الديريفي احنا في المنطق على شنو نلوجوا باش نلوجوا على السينيه بعدها ولا لا هكا فادي ولا لا وي مسيو هاك علاش هو كتبها كما هيك باهي كمل لي بيتي بي باش كون فما اول حاجه الديريفي صافا ولا لا خدمه الديريفي صافا ولا لا مش كون عندك اوكي باهي اذا حد عنده سؤال ينجم يسال بيتي Petit b. Mm-hmm. Montrer qu'il porte x appartient à 0 plus l'infini, x moins 1 ln de x près d'égal à 0. Ok. Je sais, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, je trouve si x est supérieur à 1 ou si x est inférieur à 0. Vous dites ça en plus de bâche, il y a donc même si je porte x égal à 0, on a fait mal à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a pour faire? Oui, mais c'est mon amène x moins 1 ln de x égal à 0. Je pense. Je pense que le signe est pas avec, voilà. X moins 1 égale à 0 ou ln de x égale à 0. 0. Ok. X égale à 1. X égale à 1 ou x égale à 1. Quand vous avez ln de x égale à 0, ça n'est pas le 1. Donc, déjà, on a une solution. Ça n'est pas le 1. 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 وطبيعة الحال عارفين التابلو دي سيني بتاع الالين ولا لا؟ هاي هيا فادي اول حاجه نعملوا الاكس موانز ومن بعد نعملوا بتاع ln دي اكس وبعد نعمل البرودوي بعد نعمل البرودوي كما في البريمير اني نستنسوا تخدموا في التابلو دي سيني بتاع جيست دي فونكسيون مليفه اوكي ومن بعد نعملوا البرودوي بتاع اوكي ها نبدو يا سيدي نحطوا الانترفال عندنا اكس عندنا 0 وعندنا بلس انفيني وثم دوبل بار 0 لو ديز اكسبريسيون باهي عندي اول حاجه اكس موانز 1 وعندي ال ان دي اكس وعندي لو برودوي اكس موانز 1 و ال ان دي اكس اوكي ولا لا باهي دونك وين تسمي الزوز قلنا في الان دونك عندي الان نبدو كبدي باهي نبدو x موانز 1 تساني لي في الان الان دي اكس تساني لي في الان دونك البرودوي تساني لي في الان اوكي ها x موانز 1 من 0 1 لي كومون نيجاتيف اوكي ومن 1 بلس لانفيني بوزيتيف الان دي اكس زاد من 0 1 لي كومون نيجاتيف من هنا بوزيتيف البرودوي هاي بوزيتيف بوزيتيف دونك x موانز 1 دي اكس تساني راو x موانز 1 فوا ln دي اكس شبه سوبيريور ويقال زيرو وفما حاجه تبقوا ملاحظينها اللي هي شنو هي راه وين تسمي لي تسمي لي في الان اوكي بالطبيعة باش تكملي عندنا طابلو دي فاريسيون كل واحد عنده دي كيستيون معناها باش نشوف وي وي يا صاش بطبيعة الطابلو باش تخرج السينما كيفاش ولا تعملي ريداكسيون اما نتصور الطابلو اسهل تحبي تعملي ريداكسيون لازمك تعملي ريداكسيون في 0 1 وبعد اللي تخدمي في الان بليس لانفيني للاكس موانز 1 والال ان دي اكس ومن بعد تعملي برودوي هيك هي الحكايه يعني انت باش تخرجي السيني شي لازم ما اسمعوا ديما حط هو شنو هي العباره ما اكس موانز 1 ولا لا ال ان دي اكس هيك ولا لا هو برودوي هذا باش تقولي انه هو سوبيريور ايكال 0 شي لازم لازمك اول حاجه كما نجيو ونقولوا احنا مثلا جي بي ريزودري كان عليه قال لك ريزودري باش تجي تعمل ريزولوسيون تاع ا فوا بي مثلا تلوج على وقت سوبيريور ايكال زيرو مش تمشي تلوج على السيني تاع ال ا والسيني تاع ال بي ولا لا تعمل برودوي صح ولا لا؟ اي صح هكا هو بنتي معناها احنا ما عملنا حاجه قلت لك كما كنت تخدموا في البريمير اني زوز مضروبين في بعضهم باش تخرج السيني تاعها بوزيتيف دونك تو سامبل لازمك تعملي التابلو دي تابلو دي سي اوكي بس هي ln 0 يساوي 1 هي لا ln دي 1 تساوي 0 مش ln 0 ln ماهوش ديفيني في 0 يا محمد ولا الاكس الثانيه كيفاش لقيناها اكس قالها ما ln دي 1 يقالها 0
وانت القاعده تقول لك ln دي ان يقال زيرو، ln دي اكس يقال زيرو، معنى الاكس ايش تساوي كده؟ ولا واضحه ولا انا؟ اوكي ب درسي لي تابلو دي فارياسيون دي اف. اوكي باش نعملوا تابلو دي فارياسيون. طب هاي نسيتي التابلو دي فارياسيون سي، شوف السين دي اف بريم دي اكس مسيو. صح، شوف السين بتاع اف بريم دي اكس. اسكن عندك الاف بريم دي اكس يقال لك كومبيان هي ان بليس بليس اكس اكس موان زون ان دي اكس ري اكس شو ري اكس. اوكي بور تو تي اكس ابارتيان ا زيرو بليس انفينيتي. نبدو هاي توا اكس موان زون ان دي اكس عندي قلنا كوا x موان زان فوا ln دي اكس اشبه السوبريور يقال زيرو، والاكس نتاعك اشبه سوبريور زيرو سوبريور ستريكت زيرو تو. اه يا سيدي العباره هذه كامله، هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف والان بوزيتيف، دونك كامله اشبه بوزيتيف اف برين دي اكس ستريكت مون بوزيتيف، خاطر هو ان بلس دونك ما تكون نسميل نسميل جنريتور. مادام هي اف برين دي اكس ستريكتومون بوزيتيف دونك نمشي نعمل تابلو دي فارياسيون تاع هاي سيدي التابلو دي فارياسيون الدومين سهل نقول مبدل السونس دي فارياسيون. عندي الاكس عندي الدومين سي 0 بلس انفيني وهني اف برين دي اكس ولهني اف. اوكي نبدا السيني دي 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 قلنا شبهها بوزيتيف. اوكي وال كرواسون ستريكت مون كرواسون. اوكي اون ستريكت مون كرواسون. ليميت في البيس لانفيني قداش؟ موان بيس لانفيني طالع ماشي موان لانفيني شويه هكا شويه حتى في المخ عندك لهنا موان لانفيني ديجا محسوب زيرو سي موان لانفيني في ال ايه واش كون عنده مشكله. اه محمد تفضل. بس علاش زيرو نعملوها بار هكا؟ ماهيش ديفيني فيها نعملو دوبل بار. كيفاش عرفناه مش ديفيني؟ نتر بار الفوكا دومان دي ديفينيسيون شنو؟ اه محلول. اه معناها كي يبدا محلول دوبل بار هذه الاولى. وثاني حاجه ولدي راهو الالان الان دي اكس توجور ديفيني بوزيتيف لانفيني اوفر مش هو توجور بوزيتيف هو ديفيني في الزيرو بوزيتيف. اما الالان دي اكس مره بوزيتيف مره نيجاتيف. فوالا الاكس تبدا ستريكتومون بوزيتيف الان دي اكس مره بوزيتيف مره نيجاتيف مره تلقى بوزيتيف ومره تلقى نيجاتيف. وقتاش بوزيتيف في الان بليس لانفيني ونيجاتيف في الزيرو ان. اما هي ديفيني الان هذه ابليكي على الاكس لازم تكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. واضحه به توا يا سيدي بعد ما عملنا دراسه ايش كون ياخذ تروازيام مو نقرا مسيو يوسف هاي تفضل يوسف تروازيام مو montrer que la tangente C à la courbe C au point d'axis 1 a pour l'équation y égale à x moins 1. نعمل f prime de 1 facteur de x moins 1. نذكروا جست بالتانجونت ليكواسيون دو تانجونت دو تانجونت بوان ا هو y égale f prime de quoi f prime de a octet x moins a plus f de a. وديما نرجع لك محمد ها خطرتهم القواعد هذا شفت هي قاعده تنبسط تحفظها تنجم تجاوب عليه السؤال هذا. اوكي اي تونجونت اون بوان ا هو y يقال f بريم دي ا فو x موان زا بليس f دي بليس f دي ا. باش نطبقها احنا القاعده هذه تفضل يسار اي دونك f بريم دي ا تي y يقال f بريم دي ا في البوان ا فو x موان زا بليس f دي ا بليس f دي ا. اوكي نبدو اول حاجه بريم دي ا افيك بلاك نحسبها كل واحد اف بريم دي ا هي ا ايجال هي ا مو هيك ولا لا اي و اف دي ا لا دي ا جست لحظه سير ا هذا باش تعطيك زيرو دونك لان دي ا زيرو دونك ا صح هيك والاف دي ا اف دي ا هي زيرو ايجال ا كومبيان هي ا زيرو دي ا موا ان ديمي ان ديمي لان كاري دي ا اللي هي ايجال زيرو الان دي اس زيرو والان كاري دي اس زيرو دونك باش تعطيك زيرو دو دونك اكس موان زا تي هو ديكواسيون ايغريك ايجال اكس موان موان زا.
يعني لهنا اللي حافظ القاعده نتاع التانجونت انا فما قواعد بطبيعه الحال دونك لهنا فما قواعد انا تنجموا انتم تستعملوه اوكي فهمتني محمد ولا لا ريتها زي قاعده زي هذه توصل تحفظ كيستيون فيه تانجونت تاخذ 0.5 عليه برا نقولوا 0.25 فهمتش من السؤال هذا هذا شي نوت هو ليكواسيون هاني قلت لك هو مونتري كي لا تونجونت تي على لا كور بي سي او بوان دابسيس 1 حكايه التونجونت هذا السؤال نتاع التونجونت باش تخرج تونجونت ليكواسيون دي لا تونجونت اون ان بوان ا كيلكونك هذا هذه ليكواسيون هذه تتحفظ هي هو شنو هذا هو هذا التونجونت ا سي او بوان او بوان ا اف دي ا يعني وين تلقى باش تخرج ليكواسيون وين تلقى سؤال باش تخرج ليكواسيون دي لا تونجونت اون ان ابسيس 1 باغ اكزومبل لهنا تجي تطبق القاعده نتاعك شوف جاي تي دي ا يعني هو التونجونت نتاعي سماه تي يجريك ايكال اف بري باش بدلت ال ا بدلتها بال ا اونتري بارونتيز اكس موان قداش ال ا اي ا بدلها بال ا وبعد الاف بريم دي ا عندك الاف بري وعندك الاف دي ا دونك تبدل جست بال ا وتحسب على روحك اوكي يعني الحكايه كلها شنو هي محمد جست القاعده هذه اذا تبدا في مخك سي بون خذ انت باغ اكزومبل من الاكزرسيس هذا خذ ديما معلومات محمد فهمني خذينا بكري الليميتات وخذينا التونجون انا هكا تخدم معناتها عليهم وي بابا اي في الكور ما فهمتش من القاعده هذه ما فكرش وقريت لا موجوده في كور تاع ولا محمد قول لي اي حاجه عندها علاقه بالجرافيك راه قراها ولا ما تقراش في الاعلان في شابيتر الاعلان انا اول عام ما قريتش ما هاك علاش قلت لك انت مضيع اول عام دونك هناك علاش الاناليز راك تلقى فيه مشكل فهمتني ريتا الانتربريتاسيون جرافيك اي حاجه عندها علاقه بالجرافيك قريها ولا وحكايه التونجونت هذا قراها في الديريفابيليتي درس الديريفابيليتي يعني الالان جست بعد لي فونكسيون راه الالان شنو هو يعطيك فيها ليميت كيفاش تحسب الديريفي نتاعها لو بروبريتي هكا هو راه ما بقى الاسئله الكل هي نتاع اول العامود من هناك علاش قلت لك الاناليز راه كله هو تواصل لاول العام اوكي انت صحيح قلت لك معناتها انت فما حاجات هيك ديجا هيك بعد ما نكملوا السيونس توا نحكوا شويه اوكي نمشوا سيدي نمشوا للسؤال اللي بعده كملي معايا يسرى على خاطر السؤال وتعدينا امشي لي كاتريام مو اي اون بوز دو بورتيكس ابارتيان ا لو فير 0 بلس انفيني دي دي اكس ايغال اف دي اكس موان اكس بلس 1 اوكي عطانا فونكسيون جي دي اكس ايغال اف دي اكس موان اكس بلس 1 اوكي اون دو سي كونتر لو تابلو دو فارياسيون دو جي عندي تابلو دو فارياسيون تاع جي ها فوالا هي تابلو دو فارياسيون تاع جي Calculer g de 1 et on déduire le signe de g pour tout x supérieur strictement à 0. Ok, ben, je vais faire la première chose g de 1. G de 1, il y a f de 1 moins 1 plus 1. G de 1 égale à f de 1 moins 1 plus 1 égale. Le f de 1 est de 0, voilà. 0. Ou le moins 1 plus 1 est de 0. Donc, je vais faire 0. Je vais faire un bar. On déduit le signe de g de x pour tout x supérieur strictement à 0. Bah, g, bah, je vais nous faire le signe de g. Je vais nous voir où est-ce que c'est. Elle est où est-ce que c'est. Elle est où est-ce que c'est. Donc, madame, g de 1 égale à 0. Bah, je vais vous faire le signe. Elle est tableau de variation. Belle 1 négatif ou pas. Je vais vous faire le signe. تابلو الفاريسيون كما وريتكم يسرا نعملوا تابلو الفاريسيون تاعي عندنا فاريسيون الا زيرو عندكم تسلم فيني ركزوا معايا هي الفاريسيون باش تاخذها هي نفسها وعندكم لهنا اجي تابلو دي فاريسيون عندي ستريكتومون خلاص اول تعمل كما هي عندكم بليس وموال انفيني هكا ولا لا بليس انفيني ومن هنا موال انفيني قلنا وين تسمي لي جي؟ في الان اوكي دونك راهي تسمي لي لهنا هذا في الان دونك عندي الان لهنا الجي راهي تسالي لي لهنا نبدو من 0 1 لي فالير نيجاتيف موان لانفيني 0 دونك سون دي فالير نيجاتيف 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 ومن الان بلس لانفيني من 0 طالعه لبلس لانفيني دونك سون دي فالير بوزيتيف اوكي ولا لا دو التابلو دي سيني كيفاش تولي الور راهو التابلو دي سيني نتاع جي
Mais 0,1, elle est comment? Négatif. Très bien. Mais 0,1, elle est négatif. On met 1 plus l'infini, elle est comment? Positive. Juste dans la table de signité. Mais je connais ma femme, elle est chère. Maintenant, je m'entends en rédaction. Je vais faire un intervalle par intervalle. Plus l'infini. On a là, j'ai dit X. On a mis 0,1, on a négatif. Ça n'est pas le 1. عندك من الان بلس انفيني سي بوزيتيف. سي ما فهمتش. هاني جايك. خذ السياق قبلها بطبيعه بنتي. على شين؟ علاش اعطيك تابلو دي فارياسيون؟ مش بتعمل ريداكسيون ما تحكي عليها. صاني لي في الزيرو تبدا ستريكتومون مونوتون وكذا. باهي. كي تبدا ستريكتومون مونوتون زاد نجم نعمل ريداكسيون. اوتريمون دي. هاني جايك. شنو يلزمني نعرف شنو اللي ما فهمتش بالضبط فيها اوترومون دي يعني جيتك اوترومون دي زاد نجمو نخدمو هيك ما باش نخرج تابلو دي سيني ولا لا اش عندي اول حاجه جي دي اكس يقال 0 ايكيفو على اكس يقال كومبيان اكس يقال 1 نبدا بعتلي ديسكيتي سي اكس ابارتيان لشنو ل 0 1 معناها راه باش تعطيكم الاكس اصغر قطعا من واحد اي الفونكسيون جي نتاعي شبه جي اي كرواسونت طالع بالمنطق كي نقولوا جي كرواسونت هي طالع معناها باش تولي لكم جي دي اكس انفيريور ستريكت ا جي دي ان وجي دي ان قداش ماهي زيرو ولا لا دونك باش تولي لكم جي دي اكس اي انفيريور ستريكت ا زيرو من بعد كي باش نمشي توا ديديكسيون مادام حكيت في 0 1 وهي تصني لي في ال 1 دونك باش نولي نحكي شنو هو الانترفال الاخر اللي بقى لي اللي هو اكس ابارتيا 1 بليس لانفيني 1 بليس لانفيني اش معناتها انا الاكس راهي اكبر من 1 وما تنسوش باش تقولوا اي جي ستريكتومون اي كرواس اي جي اي كرواسونت والا ستريكتومون كرواسونت كما تحبوا مفيد ما يتبدل شيء في الحكايه اش معناتها هذا؟ معناها راهو جي دي اكس باش تولي اكبر من جي دي ان، والجي دي ان سي نيجاتيف معناها راهو جي دي اكس اكبر من زي من زيرو. فوالا تحبوا تعملوا بالريداكسيون تعملوا. باهي وين المشكل نتاع الريداكسيون؟ وي وي صافي. علاش فرمي ما فهمتش؟ شنو تحكي؟ لا تنجم تستعمل الانترفال هنا فرمي. لا انت تحكي على هذا مو علاش عملتها اوفير ستريكت اوفير ستريكت انفيريور ولا لا ماني خذيت الاكس يقال 1 ولا لا سي خذيتها الاكس يقال 1 راه جي الاكس يقال 0 سي اتفقنا فيها من بعد باش نولي نحكي وين في 0 1 وفي ال 1 بليس لانفيني ديجا ال 1 خذيتها هو يقال 0 واضحه وتحبي تعملي راو تحبي راتي زاد تعملي معناتها فرمية لهنا ما فماش مشكل راهو جست تولي هذه سي انفيريور ويقال انفيريور ويقال انفيريور ويقال نفس الخدمة شنو هي؟ نفس الخدمة ما يتبدل شيء كما الفرمي لا ما يتبدل شيء كما الفرمي انت حاجته بالسيني هو ديجا السيني معناتها كانك عملت هيك من نفس الخدمة اما نحكي لكم هذيك هذه ريداكسيون شفتوا هذه كي تبدا الفونكسيون تاعي شبه ستريكت ومون مونوتون تصوروا الفونكسيون ما جاتش ستريكت ومون مونوتون ما اللي فما شكون سالني قال لي قبلها في الباك ولا لا قلت له كل شيء قبلها مادام عطيتها لك معناها قبلها شوفوا جاي بس هي اسهل حاجه راسها دونك جاتني الفونكسيون عامله كما هي ركزوا معايا عندي اكس عندي لهنا بار اكزومبل جي عامله هيك واو تسني لي لهنا في الالفا لهنا هاي سيتي باه وعندي من هنا بار اكزومبل جتني من زيرو عندي لهنا 3 وعندي لهنا 0 وعندنا لهنا ولات لي موان 1 وعندي لهنا باغ اكزومبل 0 هكا ولا السيني تو كيفاش باش نتعامل مع السين يعني كان باش نعمل ريداكسيون باش تخدم انترفال بارانتالفال يعني باش نولي نخدم باغ اكزومبل لهنا في الدي ولهنا في البليس لانفيني وعندي لهنا في ناخذ باغ اكزومبل في الموان لانفيني فرضا جاني الانترفال كان هنا ريتو في بالكم شنو اللي نخدم انترفال بارونتال شوفوا ريداكسيون قداش باش تاخذ منكم هما اما جيست كي تاخذي انت سونس دي فارياسيون وتقولي من 0 3 لي كومون بوزيتيف من 3 0 بوزيتيف وتولي بعتها لي شنو نيجاتيف
ومن هنا من موانز 1 0 تولي نيجاتيف ليست دي فالور سون نيجاتيف دونك اش تولي وانت تعمل جيس ديديكسيون تعملي هيك امبليك ها وين ها عندي سونس دي فارياسيون على خاطر التابلو دي فارياسيون بحد ذاتها هي قراءه للفونكسيون لهنا شنو هو انت كي تخدمي لهيك انت عملتي قراءه للتابلو دي فارياسيون مادامك عملتي قراءه للتابلو دي فارياسيون وجيتي بعت لي حطيتي لي انه جي دي اكس هي اللي عندك الاكس وعندك من موال انفيني لو بليس انفيني تسالني لي وين تسالني لي في الالفا ايجال ا زيرو في الالفا تراه من موال انفيني الفا الي كومون بوزيتيف من الفا بليس انفيني الي نيجاتيف شفتوا انت بحد ذاتك خدمت انت الكريتير هذه عملتها في التابلو دي فارياسيون انت بحد ذاتك عملت قراءه للتابلو دي فارياسيون وتقول لكم مثلا كان جيت بالريداكسيون شنو لو تعملوا قلت لكم تخدموا انترفال بارنتال انترفال بارنتال واضحاش كلامي يا لاتي نرجع لك محمد المشكل وين محمد ما تقوليش في السؤال ما فهمتش خاطر كان باش تقولي في السؤال ما فهمتش نولوا نخمم لك في اجابه معينه اعطيني محمد المشكل وين بس هيك مش جي بريم هيك لا لا جي بريم وين جي بريم جي بريم جي هذه لا لا في التابلو دو فارياسيون جي هذا جي مش جي بريم ماك تحكي لهنا لا الاخرى هذا لهنا معناتها نو ما نعملش نيسونس دي فارياسيون تاع جي بريم هذه جي كتبها جي لتحت لتحت جي دي اكس الفونكسيون هذه مش جي بريم الفونكسيون تاع شنو هي السيني نتاعها راه السيني مش بالضروره نحكوا على الديريفي مهم هذا السيني نتاع الفونكسيون تاعك جي دي اكس يعني ايش معناها بيركز لي مليح باش نسالك السؤال هو الفونكسيون تاعي عامله هيك كرواسون باش نعطيك انا ايش نقصد بها راه الكتير مثلا من موال انفيني حتى للصح فنسالك سؤال لي فالير دي جي ولا اف دي اكس اسكو الاف دي اكس عندها ايجال ا زيرو عندها سوليسيون زيرو ايه عندها علاش ترى خاطر ما بين المؤلفين والسين. تري بيان، معناها عندي زيرو لهنا، دونك راهو اف تي اكس عندها زيرو، باهي، نبدو يا سيدي في البارتي هذه نقولوا تسالي لي في الالفا. والبارتي وعندي لهنا مثلا نخدم من موال انفيني، نخدم من موال انفيني بلس الانفيني، باهي كبدي في البلس الانفيني عطتني 5، في موال انفيني عطتني موال انفيني، اوكي ولا لا؟ في الالفا تسالي لي، اي نبدو من موال انفيني الفا. لي فالير ديكري بار اف تي اكس اش بيهم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. تري بيان. ومن الالفا بليس لانفيني شبيه صحيح دونك شنو هي السيني نتاع الاف دي اكس نحكي لهم هذه كي نقولوا اف دي اكس راهم لي فالير دي كري بار اف دي اكس كي كتبت لك جي دي اكس بوزيتيف ونيجاتيف على خاطر لي فالير دي جي دي اكس هما لهنا للسيني نتاعهم اوكي ولا لا باش تولي لي التابلو لهنا باش تولي لك من موال انفيني الفا لي كومون اف دي اكس نيجا دونك هما الاف دي اكس مش الديريفي يعني نحكي على الفونكسيون اوكي ولا لا عندنا لهنا عندك الاكس عندنا لهنا مول انفيني عندك لهنا الفا عندك لهنا بلس انفيني دونك في الالفا تساني ايجال زيرو ديما راه باش نخرجوا السين لازم نشوفها وين تساني من مول انفيني الفا نيجاتيف ومن بوزيتيف او فرضنا جيت دي كرواسون بار اكزومبل وجيتني من بلس انفيني للموان دو تساني لي ولا لا زاد هاد محمد تساني لي ولا لا 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 كيفاش من بلس انفيني ماشي للموان دو شنو كيفاش ترى لي فالير ديكري لي فالير ديكري بار اف من بليس لانفيني ماشي للموان دي فما زيرو ما بيناتهم ولا لا من بليس لانفيني هابط للموان دو فما زيرو ما بيناتهم ولا لا فما دونك هنا راه فما زيرو ما بيناتهم ديما حاول تركز في بالنسبه للسيني تاع الفونكسيون نمشي نشوفوا لي بورن او بورن او بورن دي في الانترفال نشوفوا شنو عندي لي فالوريت خاطر هنا في التابلو دي فارياسيون عطاني موال لانفيني بلس لانفيني فما زيرو لهنا صح ولا لا؟ فما هكا هو من هكا علاش؟ حنا الزيرو هذاك لقيناه وين في الا وبعد تالي خرجت السيني هذا شنو نقصدوا بها راه كي نقولوا سيني دي جي دي اكس اوكي؟ باهي بعد ما بالزيرو بالزيرو للفا كرواسون ولا دي كرواسون لا ما نحكوا على السيني ما عنديش علاقه بالسونس دي فارياسيون هنا كرواسون تنجم تكون نيجاتيف مثلا مول لانفيني موان زانترا اسكي فما زيرو هذه ما بينات لا كلهم شبيهم لي فالي نيجاتيف دونك السيني نتاعها سي نيجاتيف يعني نحكي على جي
اما الديريفي بتاعها سي كومون الديريفي شنو هي السيني دي ديريفي بوزيتيف ولا نيجاتيف توريك الفونكسيون تاعي اف دي اكس الاف دي اكس بتاعنا عندنا ستريكتومون نيجاتيف راه الديريفي بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف علاش الديريفي نيجاتيف الديريفي عندها علاقه بشنو عندها علاقه بالفارياسيون يا محمد الفارياسيون شبه كرواسون ولا ديكرواسون كرواسون كي تولي الفونكسيون تاع كرواسون الديريفي بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف صحيح دونك عندك الاف دي اكس نيجاتيف لكن الديريفي تاعها سي بوزيتيف خاطر الديريفي عندها علاقه باش بالسونس دي فارياسيون والاف دي اكس سيني دي اف دي اكس عندها علاقه باللي فالور دي بورد واضحه بعد اوكي ريان بنتي هاي ولا ريان ولدي ريان نورمال ما ولد اسمه ولد شيرقي ريان هاي بنتي هاي ولا هي ولدي خاطر ريان اسمه زوج ريان اوكي يا ريان هاي بابا هاي كيستيون سي نمشو كيستيون بي ولدي هاي بيتيتا عملنا لا بيتيتا عملنا السيني تقول بيتي بيتا اون دي دو ايل كي هاي تاع البوان دانفليكسيون تري بيان بوان دانفليكسيون اون دي دو ايل رامل كيستيون اللي قبلها شكون واضحين باه اي شكون نورمالمون البوان دانفليكسيون ماي ديريفي سكوند هكا في نورمالمون لكن هنا ما حسبش ديريفي سكوند خين انتو بتعرفوا البوان دانفليكسيون كان بديريفي سكوند لا نورمالمون لا مش فما 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 ثلاث حالات راه باش تخرج شكون يذكرهم لي ترى صحيتي عندك جي دي اكس اف دي اكس موان زي كريك صحيتي ها يعني لهنا البوان دانفليكسيون بوزيسيون تري بيان بقى ما نحكوش على شونجمون دي سيني نتاع شنو باهي شوفوا جاي البوان دانفليكسيون عندكم اول حاجه بون تعرفوها الناس الكل انه راهو كي تبدا عندكم البوان دانفليكسيون سي اف سي شوف الكورب والتانجونت اف سي كون دي اكس سانول يعني جايك الكورب والتانجونت يعني جاي هكا سانيل ان شانجون السين ان شانجون ان شانجون السين ان ا السين ان ا باش ناخذ هنا جست لحظه باش نسميها البوان اي ها طب باش نعطيكم ثلاث حالات نعطيكم ثلاث حالات وانتم مفهومين به به اف سيكوند دي اكس سانيل ان اي اي دي كوردوني ا اف دي ا et point d'inflexion. Et là, qu'est-ce que Ryan nous dit? D'inflexion. Vous voulez battre les exercices de la NHL K? Un des cas, le numéro 1, vous dites, si F seconde s'annule ou change de position, change de signe. En A. Deuxièmement, je n'ai pas de cas. Ryan nous dit, oh, le maquette de point d'inflexion, je n'ai pas de définition de point d'inflexion. Graphiquement, je vais vous dire, tangent. التانجونت شبيه ترافيرس لا كور تري بيان لا تانجونت اون ا تانجونت اون ا ترافيرس لا كورب باهي هذا ترافيرس لا كورب باهي التانجونت كي يبدا ترافيرس لا كورب اش معناتها هذا معناها راهو البوزيسيون بوزيسيون اونتر تي اي لا كورب سي change تتغير معناها change en quoi en change et change en a يعني on x égal à a والهنا ال a هي ال point d'intersection يعني هي point d'intersection des coordonnées a f de a هي le point d'intersection نجي نعطيكم رسم مثال لها باش نعطيكم جيست رسم شفت الثانيه هذه تو ريان تو كان ترجع للاكزرسيس تلقى نحكوا على الكونت على الكات الثاني شفت على خاطر الجي هي اش تمثل الجي هي لا ديفيرونس اونتر الاف دي اكس اللي هي لا فونكسيون دي اف على فونكسيون دي لا كورب و اكس موان زا والتونجون التونجون صحيح فوالا دونك لهنا
ش عملنا ترى هي ال position ما بين الكورب والتانجنت شبهها يعني change معناتها وقت اللي صارت ال position فما changement de position وين في ال A donc راهي A دي كوردوني 1 0 est un point d'inflexion donc هذه الكا الثاني به باش نعطيكم رسم على الحكايه هذه كيفاش وانتم مش تعرفوا على ال point d'inflexion يبدا عندي الكورب كمان اول حاجه عندي التانجنت نرسم التانجنت تانجنت كاملة باش نرسم تانجنت كامل هذا التانجنت عندي كامل يولي الكورب مثلا ستريكتومون كرواسون ولا ستريكتومون دي كرواسون ولا اللي هو الكورب عامل كما هيك يجي في البوان هذه هذه A وهذا F دي F دي A عندي لهنا A وعندي لهنا F دي F دي A دونك الكورب يبدا يمشي هيك يمشي تانجنت لهنا ومن بعد شو يولي يولي اوديسي شطها هذه تتسمى بوان دانفليكس دانفليكسيون اش تلاحظوا تلاحظوا انه لا تونجونت شانج بوزيسيون كي ولا لا كان تلاحظوا في الزون هذه من زيرو مثلا ا من زيرو ا لا كورب هنا تونجونت شبي اوديسي دي لا كورب وفي ال... ومن ا بليس لانفيني شو يولي لا كورب اوديسي دي تونجونت هذا شنو نقصدوا بها راه لا تونجونت ترافيرسي لا كورب يعني تونجونت يتعدى من الكورب ما يقطع جسد يقص الكورب وين في ان بوان ا هذا هنا نقولوا لا تونجون ترافيرس لا كورب شنو هي الكثافه حسب رايك شكون يعرف الكثافه شنو هي وي مش مسموع شنو هي الكثافه F prime, ça annule. Eh? F prime, ça annule et ne change pas le signe. On a dit maintenant, toi, tu vas faire, on a dit ma courroie, on a dit ma courroie. F prime, ça annule. F prime, X, ça annule. En A, et ne change pas le signe. Pas de signe. باقي نقولوا اف بريم تسانيل باش نعطيكم الكا هذه كيفاش باش تكون عندي الكورب نتاعي كي نقولوا اف بريم تسانيل اون ا معناتها في الا عندها تانجونت شبيه اوريزون اوريزونتال فوالا عندي في الا تانجونت اوريزونتال هذه ا وهذا اف دي ا اوكي في البوان ا اف دي ا عندها تانجونت اوريزونتال كي نقولوا اف بريم تسانيل لكن نشانج با لي سيني معناتها نجم تكون مثلا نقولوا حنا بوزيتيف أو فرضنا جيتني f prime dx superior or equal to zero f prime dx superior or equal to zero a f prime d f prime de a equal to zero معنى عندها تانجونت هوريزونتال ها الكورب كيفاش يولي عندها مثلا نقولوا كرواسونت انا باش يمشي هيك كرواسونت يجي يبدا عندها تانجونت هوريزونتال ويكمل كمل من هنا ويمشي هيك في الكا هذه زاد ستان بوان دانفليكس دانفليكسيون كي ولا لا معناتها لهنا كان تلاحظوا هاو انا ديجا التونجونت ترافيرس لا لا كورب يعني في الكام تاعك يبدا اف بريم دي اكس بوزيتيف لكن وصلني لي في ال... في عدد اللي هي ا اوكي ولا لا دونك لهنا باش يولي عندها تونجونت هوريزونتال وهاو انا الكورب البوان ا اف دي ا ايتان بوان دانفليكس دانفليكسيون اوكي باهي نجوا بنت وين وصلت انت باش نحاول نفهم شنو قصت عليك الكونديسيون باش نحاول نعاود اما وين وصلت انت في الحكايه بقى. اوكي نكملوا معك ريان هاي بابا ودي هاي ريان نرجعوا تو للاكزرسيس نتاعنا ايش قال لك هو اون دي دوي راه انا اون دي دوي ما نعرفش نرجعوا للكيستيون اللي قبل انا كوا انا جي دو اكس جي دي اكس يقال لك كومبيان اف دو اكس موان تي موا مش موان تي نقول هي موان اكس بلس انا نوضحها اكثر هي اف دي اكس موان x x موان زا الاف هي عندها علاقه بالكورب نتاع شكون الكورب نتاعنا سي وهذه ليكواسيون نتاع شكون ليكواسيون نتاع التونجونت التونجونت قلنا صح تسانيل وين الجي عندها سين في الان تسانيل في الان عندها سين عندك هيك اف دي اكس موان زي اكس موان زا اي شنو هي التابلو دي سيني نتاع الجي دونك نعمل تابلو دي سيني ونحكي على البوزيس على البوزيسيون هكا ولا لا وي معناتها راه باش تعطيني
عندنا هذا جي دي اكس اللي هو لا ديفيرونس، وهذا جي دي اكس هو لا ديفيرونس اونتر قلنا لا فونكسيون اف دي زي لا تانجون عندي سنين في الان هيك ولا لا؟ عندنا دوبل بار لهنا وباش نحكي لهنا باش نعمل بوزيس بوزيسيون تري بيان بوزيسيون ولهنا ان بطبيعه الحال ان زيرو اي تان بوان دي كونتاكت نبدا كبدايه عندنا من هنا قلنا شبه نيجاتيف ولا لا؟ نيجاتيف بوزيتيف ولهنا بوزيتيف انيلو دونك عندي لهنا لا كورب سي شبه اف سي سي او دسو صحيت او دسو دي تي اوكي لهنا تو لا كورب سي او دي تي او دسو دي تي او دسو دي تي اوكي وفي البوان لهنا عندنا البوان ان زي زيرو اللي هي البوان ام تاعي البوان دي كونتاكت ما بيناتهم اوكي وي بام مسيو فهمتيش الفاز خاطري مسيو ديما بوان دي فليكسيون نعملها بديريفي سكوند شنو شنو بس هنا ليه كيفاه بالتونجونت تونجونت تونجونت الجمله المعروفه تونجونت ترافيرس لا كورب اول حاجه تقراها في البوان دي فليكسيون اول تيوريم قبل ما تحكي حتى على ديريفي سكوند شو يقول لك هو اون اي اي ان بوان دي فليكسيون سي لا تونجونت اون اي ترافيرس لا كورب صحيح ولا لا؟ اش معناتها ترافيرس لا كورب؟ معناها البوزيسيون تولي مره اوديسي مره اوديسو شفتي هي شنو هي الجي دي اكس هي لا بوزيسيون هي لا ديفيرونس اونتر الفونكسيون تاع الكورب والتونجونت نتاعي اوكي باه كي يبدا عندي التونجونت في البوان هذه ان زيرو معناها عندي هنا لهنا ان زيرو هذا ان زيرو عندي التونجونت هذيك تي اكس موان زان مثلا هذا التونجونت نتاعي الكورب كيفاش باش يولي ترا قال لك راه الكورب من زيرو اش بي وديسو ملوك ومن بعد شو يولي شو تقلب في البوان اش تولي هذه سي ان بوان دي كوا بوان دي انفليكس واضحة ولا لا؟ قلت لك الديفينيسيون فهمتوا توا ما يقصدوا بها لا تونجونت ترافيرسي لا كورب معناتها راهو البوزيسيون اونتر التونجونت والكورب شانجي اوكي ولا لا؟ واضح؟ دو لهنا الكونكليزيون لحظة ساوسا بنتي انا جيت ريان دونك اش نقولوا من بعد؟ دو لا دو البوان لا تونجونت تي لا تونجونت تي شبي ترافيرس ترافيرس لا كور ترافيرس لا كورب او بوا ا او ا دي كوردوني شنو ان زي ان زيرو دو راهو ا ان زيرو اي تان بوان كوا دانفليكسيون اي تان بوان دانفليكسيون وي سا سون با كيفاش عرفنا البوان ان زيرو الان ولي ما جمتها ما ولا لا مش قلنا اف دي لا مش جي دي ا مش جي دي ا تخدمي بالكورب يعني الفونكسيون تاعك هي التقاطع ما بين الكورب سي اللي هي عندك تخدمها بالاف تخدمها بالدروات وديما يخدموها بالدروات اذا تكون الاكس يقال ان يقال يقال او بيان سري بيان صحيت ديما الخدمة حاولي تخدمها بدل واحد هسي بيه كمل معايا يا ريان اي بيه بي تي سي مونتري كو ليكواسيون جي دو اكس تيغال ا ان ادمي دون 0 بلس لانفيني اون اونيك سوليسيون الفا اي كو الفا ابارتيان 3.3 اي 3.4 اوكي تري بيان جي دو اكس تيغال ا ان كيفاش On pose une autre fonction h de x est égal à g de x moins 1. Ouais. Il est égal à f de x moins x. Allez, f de x moins x. Monsieur, mon canal, le g de x moins 1, je t'attends à l'un, je tire la simplification. Théorème de valeur intermédiaire. Théorème de valeur intermédiaire. Monsieur. تيرم دي فالير انت مشي انا عملت هاج دي اكس تيقال اج دي اكس موان زان وتولي لي اف دي اكس موان زي اكس هاي لحظات اطون فصل بوزي فونكسيون اطون نقول لك ريان وقتاش تبوزي فونكسيون ريان تبوزي فونكسيون كي تبدا جي دي اكس اذا لا حاجه اون فونكسيون دي اكس اما راه جي دي اكس ايغال ا كونستانت ولدي فيها قاعده ديريكت
من غير ما تبوزي خاطر التيوريم دي فالير انترميتيال. هاني جيتك بابا اف دي اكس ايجال ك بابا هذا نعطيها لك هنا اون جينيرال. شفت اف دي اكس ايجال ك ادمي يونيك سوليسيون الفا باش نجاوبك على السؤال هذا بالذات. يونيك سوليسيون الفا بون اي سي سالمون سي. نبدو اول حاجه لازم تكون الاف شبه اي كونتيني اي كونتيني سيري صح استريكتومون مونوتو صح استريكتومون سامحني استريكتومون مونوتو مونوتو ب اي كا ابارتيا على انترفال ايماجينير. سرعية واضحة ولا لا؟ والكا ابارتيان اف دي اسكي الان موجود في الانترفال ما تاع الجي موجود سي بون. ايش عندي هاي نطبقها احنا ايش عندي كيس كنا قلنا الجي يشبه اي كونتيني ستريكتومون كرواسون ستريكتومون كرواسون سير كوا زيرو بلس لانفيني صحيح سير زيرو بلس لانفيني ايه ايه الان ابارتيان 0 بلس لانفيني جي دي 0 بلس لانفيني اللي هو شكون إيه ولا لا مو لانفيني بلس لانفيني صحيت اللي هو ايه هكا ولا لا دو راهو جي دي اكس ايكال 1 ادمي كوبيان دي سوليسيون اونيك سوليسيون اونيك سوليسيون من غير ما تبقى تبوز وقتاش نبوزو حنا كان كنقول لك جي دي اكس ايكال اكس باغ اكزومبل جي دي اكس ايكال مثلا x plus 1 فهمت ولا لا؟ كي تبدا لك جي دي اكس حاجه اون فونكسيون دي اكس نقول ادمي انيك مسيو بالله لحظه خلينا نقول كيفاش معناها خدمت هو يقول لي يحسبها لي صحيحه كي نخدمها في اكزرسيس ولا لا؟ لا صحيحه صحيحه اللي تحكي فيها انت صحيحه تبوزي اش دي اكس ماك باش تخدم ماك باش تخدم في الاش دي اكس قال زيرو هكا ولا لا؟ ها اي سي بون صحيحه كما قلت لك راهي زايده هكا مع الكونستون معناها بدون نطول في الخدمه وكهو صحيح طولت الخدمه يعني في بس باش تعمل ثلاث اسطورات تبوز وتبدا تخدم وكذا وبعد اللي تعمل فهمت سي بيجيكسيون ما جانك عليها سوليسيون الفا لا هذه ما تحكي لي هذه بيجيكسيون ما تحكي لي كان كي نحكي على الفونكسيون ريس بروب راهو تنجم تقول بيجيكسيون ورياليزي بيجيكسيون وكذا ولا انترفال ايماج هذا كلها واني قلتها راني فادي نعاود ونذكر راني اني السؤال هذا ما دام وصلت نجاوب عليه من قبل ما نقرا البيجيكسيون دونك راه اجابتي صحيحه 100% واضحه الكلام راه فهمتني لي تروا كونديسيون اسكو اللي نحكي على البيجيكسيون مش على البيجيكسيون يعني اني وقت اللي قريت حكايه التي في اي والينيسيتي التي في اي والكورولير نتاع التي في اي راه ما عنديش مشكله اذا باش نخدم ديريكتومون فهمت واضح فادي واضح مسي اوكي بون كيفاش مبين انه الالفا ما بين تروا بين تروا تروا بين كاسك نعمل جي دو جي دو 3 ونحسب جي دو 3 بالكاتر لازم نلقى ما بيناتهم ا هيك هي الحكايه اما مش بوزيتيف ونيجاتيف لازم نلقى ما بيناتهم شكون ال ا صح فوالا شكون حسب جي 3 بالكي 3 ثبت مسير قداش تلقاها جي 3 بالكي 3 92 92 اوكي و جي دو 3 بالكي 4 101 101 هكا ولا لا معناها راهو ال1 كومبري فكرك كلمه كومبري اونتر اف دي او اف دي بي ماشي كما ديما كومبري اونتر كومبري اونتر جي دي 3 فيرجول 3 اي جي دي 3 فيرجول 4 في بالكم انه جي دي اكس ايجال 0 سي ان كاس بارتيكولير دي تيوريم دي فالير انترميديير يعني الكا جينيرال هي اف دي اكس ايجال كا يعني مش بالضروره ايجال 0 تنجورا واضح دو الالفا وهي ما مطلق ابارتين وقتاش نقول الالفا لا لا هكا كي تبدا جي دي اكس ايكال زيرو سوس هاني نحكي فيها هكا كي تبدا ايكال زيرو راهو كي نقولوا ايكال معناتها راهو الالفا ليماج نتاعها الالفا ليماج نتاعها سي ان مش زيرو لهنا ليماج نتاعها سي ان يعني اللي قبلها لازمهم يكونوا شبيهم ما بين محصور ما بيناتهم الان هذا شنو نقصد بها اوكي ولا لا
وكي نبدا حاجتي بالزيرو علاش نقولوا زيرو بعدين نمشي نشوف واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. احنا علاش نقول واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف؟ خاطر كان جد جي دي اكس يقال زيرو فور اكزامبل نحكي عليها لهنا مستني لي في الالفا ولا لا؟ دونك لهنا فما زيرو اللي قبل الالفا باش يكونوا شبيه السين نتاع شبيه نيجاتيف واللي بعد الالفا باش تكون بوزيتيف. هذه الحكايه. اما نعاود نذكر جي دي اكس يقال زيرو معناها ولا اف دي اكس يقال زيرو هي كا بارتيكولير من اف دي اكس يقال اكا. اوكي بطبيعه الحال كل التروازيام معناها فمشي نجم نقولوا اللي هو من 0 ان نيجاتيف ويسميل اشانج دي سيني في الان بلس انفيني بوزيتيف دونك سي ان بوان دانفليكسيون. يعني ورا سبنتي رانا احنا ما نحكوش لهنا على شكون تسني لي وشنو راه نحكوا على البوزيسيون. البوزيسيون هي تشانجي مش راه الفونكسيون تاعك خاطر جي دي اكس هي لا ديفيرونس دي سيني. اوكي ولا لا؟ اي فهمتك فهمتي يا نورا سمعناك علاش تعملي تبوزي فونكسيون يا اي بنتي اللي كنت نحكي فيه بكري لريان قلت لك انا جي قال لي جي دي اكس يقال اكس بلس ان تولي تبوزي اش دي اكس يقال جي دي اكس موان زيكس بلس بلس ان. واضحه ولا لا؟ سي نخدم يقال زيرو وي با سي. علاش كي تسنيك ساعات في الان اللي قبلها نعملوا موان اللي قبلها نعمل موان ايه ايه وهي قبل الان تنجم تكون بوزيتيف زاد. ما حكيتش على الصيني لهنا تاعها محمد تحكي لهنا فما اه معناها يعني جاي محمد يعني لا انت قلت كي تصني لي في الزيرو نعمل تصني لي في الزيرو باش نعرفوا الصيني قبل ايه بوزيتيف ولا نيجاتيف. ايه اما لهنا عندي الالفا اللي ماجم تاعها اه محمد. ايه يعني اللي قبل الالفا باش يكون اصغر من الان ما نحكيش عليه يعني ولي اصغر من الان كما لهنا جي دي 3 فيرجل 3 قداش؟ 0.92 وجي دي 3 فيرجل 4 قداش؟ 1.01 شنو الفالير ما بيناتهم؟ صحيح هذاك هو اللي حاجتي به الغايه حاجتي انه الان يبدا يكون ما بيناتهم. مش معناها بوزيتيف ولا نيجاتيف. لا بوزيتيف ولا نيجاتيف هكا كيبدا فما زيرو باغ اكزومبل لو فرضنا عندي بيتا لهنا كيبدا عندك زيرو من هنا دونك نجم نحكي عن نيجاتيف وبوزيتيف على خاطر الزيرو هو اللي يفرق ما بين معنى الفاصل ما بين النيجاتيف والبوزيتيف. فهمت؟ فهمت. اوكي هذا اكزرسيس باك مسي باك سيونس عم نول كنترول هذا. هاي سيت نمشوا توا للسنكيام سنكيام مو باه لشكون نعطي الكلمه هاي ناخذ قدره جيهان يلا هاي هاي جيهان باه جيهان مش موجود قدس يلا Soit delta la droite d'équation y égale à x. Montrer que la droite delta coupe la courbe c uniquement au point d'abscisse alpha. Ouais. Ah. Mm-hmm. Nomme l'intersection, monsieur, cf moins delta. Ça, c'est donc l'intersection cf moins delta. Donc, je suis indigné. F dx moins x, c'est quoi là? يقال لك كومبيان في اكس موندي اكس تبان دي اكس وانزين دي مي ادم طولي ياسر طولي ياسر لازم ديما نرجع للاكزرزيس اف دي اكس وموندي اكس يقال لك كومبيان. شكون ترى يعطيني الفكره هاي ما يسالش مع قدس عندها فكره ايش نعمل ورده بي دي اكس في موندان صحيت قدس بنتي اف دي اكس وموندي اكس هي جي دي اكس وموندان كان صح اي يقال لك ازيرو ايكيفو على انه جي دي اكس موانز ان ايكال ا زيرو. اش معناها هذا؟ معناها جي دي اكس ايكال ا كومبيان؟ ايكال ا ان. واللي هي شنو هي السوليسيون تاعها؟ ادمي ان انيك سوليسيون الفا. اللي هي معناتها راهو معناتها جي دي اكس ايكال ا ان ولهنا اللي هي معناتها راهو الفا اي لونيك سوليسيون. اي لونيك سوليسيون. ب مادام الالفا الينيك سوليسيون معناتها لا راهو لا كورب دلتا كوب سي اف 2 راهو دلتا كوب خاطر كي عملنا اف دي اكس ومون زيكس يقال زيرو باش نعرفوا بوان انترسيكسيون هكا ولا لا؟ دونك دلتا كوب سي اينيك كومون خاطر عندك بوان دابسيس الفا اينيك كومون او بوان
دب سي سي وي على الطا لا كيفاش تخرجي انت لا انت كيفاش تخرجي اول حاجه كيبدا عندك لاكور دو دي اف دي كواسيون اي ايغال اف دي اكس والدلتا دي كواسيون اي ايغال ا اكس بلس بي كيفاش تخرجي البوان دانترسيكسيون ما بينها لا كورب سي اف انت دلتا ايغال ا كومبيان واش اف دي اكس موز اي اف دي اكس موا ا اكس بلس بي نقولوش اف دي اكس موز اي ايغال ا كومبيان ايغال ا زيرو فهمتي le point d'intersection هي f de x moins ax plus b égale à 0 وحنا قلنا f de x moins x égale à 0 هي نفسها خاطر انت عندك شنو هو g de x g de x هي اش تساوي مش هي f de x moins x plus 1 معناها راهو f de x moins x égale à combien g de x moins x هنا f de x moins x égale à 0 équivaut à g de x moins 1 égale à 0 واللي هي جي دي اكس يقال 1 وجي دي اكس يقال 1 قداش عندها من سوليسيون عندها اي سين سوليسيون الفا كهو ونكونوا جاوبنا على السؤال نتاعنا خاطر هو قالك لا كورب دلتا كوبي كوبي السي اون كوا اونيكومون او بوان دابسيس الفا واضحه قد سبنتي صفا ولا لا Ça va, monsieur. Nous sommes la position. Ah, tracer la tangente et la droite delta et la courbe, c'est bon au IJ. Mais après, je vais comme le courbe à la prochaine fois. Donc, je vais vous montrer comme le courbe, tout comme le courbe à la prochaine fois. Qui fait chez Samna, ma droite tangente, tout ça. Juste, je vais vous montrer comme le courbe, on fait ça avec toi. Ok? Au bas de la nous allons voir la fonction réciproque. به الكورب أبوالا هذا الكورب نتاعنا به اللي بالأخضر هو الكورب دي اف شفتوا هذا بالأخضر هذا الكورب دي اف نتاعنا به الأب هذا هو التانجنت نتاعي هذا التي اللي بالأك دونك عندي لهنا التي نتاع على فكره هو تونجونت او بوان شنيا 1 0 هذه لو بوان ا اوكي هذا الدروات دلتا دي كواسيون اي ايغال ا اكس وين يصير التقاطع ما بين الدلتا والاي ايغال اكس قلنا بوان الفا الفا هي هذه ما بين 3.4 خاطر الالفا عندي ما بين 3.4 دونك هذه البوان دانتسيكسيون لا فوالا عندكم هذه الالفا وهذا جي دي ال جي دي الفا على فكره جي دي الفا هي نفسها الفا اوكي على خاطر الالفا هي التقاطع يعني نقطه التقاطع عندنا لهنا الفا وهذا لهنا اف دي الفا ايغال ا كومبيان سي ايغال ا ال الفا اوكي دونك هذه نقطه التقاطع ولهنا سي ال سي الفا تعرفوا كيفاش عرفت اف دي الفا تساوي الفا ولا لا؟ مش الالفا هي التقاطع ما بين الكورب سي والدروات دلتا وقلت لكم نقطة التقاطع تنجموا تحسبها زاد بالدروات الدروات y قال اكس اذا الاكس الفا y قداش؟ مي فوالا معناتها راهو ليماج دي الفا سي اف دي الفا y قال الفا اوكي مفهوم الرسم ولا لا؟ وهذا دي ديريكسيون وانا ماشي لل دي ديريكسيون اوجيا الكورب نتاعي يبدا كرواسونت ليميت في الزيرو قلنا راه سي موان لانفيني ليميت في البليس لانفيني سي بليس لانفيني ودي ديريكسيون شكون دي ديريكسيون او اوجي اوكي وعندنا 3.4 يعني هو ما بين 3.3 و 3.4 دونك نجم تاخذ الالفا هي بس 3.3 ولا 3.4 وتعملوا ليماج نتاعها سي لينا باش تعرفوا الكورب نتاعكم منين نتاعكم اوكي دونك الكورب باش ترسموا انتم الكورب اول حاجه تعملوا التانجونت التانجونت نتاعي هو ديكواسيون شنو هو؟ y يقال x موان x موان 1 اوكي ولا لا؟ دونك التانجونت نتاعي ديكواسيون التانجونت هو ديكواسيون y يقال x موان 1 باش ترسموا التانجونت اش تعملوا؟ تاخذوا دي بوان البوان اول حاجه يتعدى من البوان 1 0 وزاد يتعدى من البوان باغ اكزومبل 2 1
أنا يتعدى من بوان بي اللي هي دو أن، وإلا زيرو موانز أن. أوكي ولا لا؟ التانجونت شفتوا؟ هذا التانجونت نتاعك. وبالنسبة كما قلت لكم الألفا ليماج نتاعها سي ألفا فار إيكغيك إيكالا إكس، ومن بعد تاخذوا لي بوانات نتاعكم وتربطوهم ببعضهم. أوكي؟ اللي ما فهمش حاجة يقول لي. واضحة؟ إيه مسيو. أوكي، باه؟ نعطيكم الصحة. يا سيدي، توا باش نمشوا للسيزيام، سيزيامون، جست سيزيامون، خذوا بوز ثلاث دقائق. سير ألفا، علاش ألفا؟ أنا جايك محمد ولدي، جست لحظة بوز، خذوا بوز ثلاث دقائق ونمشوا. ناخذوا نهى، هلا نهى هاي. لحظة وردة، أوكي. نهى، نهى عز الدين، زين، نهى الزين، هاي بنتي هاي. كده الميكرو بتاعك يخدم. باهي نهى الميكرو بتاعك يخدم، مش مرة. Montrer que F réalise une projection de 0 plus l'infini sur R. Ok, sixièmement A, qui fait chambé une F réalise une projection. F, ben, continue, croissante. Et continue, et strictement croissante. Et continue, et strictement croissante. Hein? Sur quoi? Sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Donc, et? Donc, elle réalise une projection. F réalise une bijection. هذا بسيط السؤال، هذا تاع حفيظه. اي سؤال سهل ديجا تاخذ فيه لي نوت محمد. راني انت نقول لك، انا جيت نقول لك راه ركز لي معاك، راني نعطيك انا توفل لازم تنجم انت تاخذ منهم اناليز على الاقل لي نوت. رياليز اون بيجيكسيون دي كوا سير كوا دي زيرو بلس لانفيني سور اف دو زيرو بلس لانفيني حسب التابلو دي فاريشن ايكالا اير ايكالا اير. صح هذا هو ريتا محمد، تاخذ علي، تاخذ علي نوت. كان جست تقول كونتينيو ستريكتومون مونوتون مفيد كرواسون ولا دي كرواسون، قول راه رياليز وعندك الانترفال ايماج من تابلو دي فارياسيون. وي با كيفاش نحكي معاك سيرو تكريتي؟ كيفاش؟ كيفاش نحكي معاك تكريتي؟ اه في الفيسبوك نتاعي زياد الزيتون، فما الفيسبوك نتاعي زياد الزيتون. اوكي عطونا نبعث لكم، نبعث لك اليوم. اما هو نورمالمون انت كيما لقيتني معناتها انت وين لقيت موجود في انا جروب. ها جروب زياد ماتيماتيك، جروب زياد ماتيماتيك تاع ميسنجر ولا لا؟ ايه هاني انا بعثت المساج، تمشي لي قهوه تبعث لي مساج في الجروب. فهمت انت يعني موجود في الجروب نتاعي معناه وتسال وما اشتغلني. هاي باي باي. بس سؤال بيتي بي كم ترساج تو ترسي لا كورب تي. اوكي تي اللي هو الكورب نتاع الفونكسيون نتاع ريسبرو. ممكن تعرفوا ترسموا ترساج ديال الفونكسيون ريسبرو كون تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ اي تعرفوا. باهي هاي نسيتي تو باش ناخذ هنا، باش نحاول ناخذها جست نرسم هنا. هاي تو باش ترسموا الفونكسيون ريسبرو شباب، البوانات اللي عندي هو كان بكري خدمته نحاول اني باش نعمل زي نقولوا احنا العكس نتاعهم والا السيمتريك نتاعهم. اوكي نبداو اول حاجه بالبوان دانفليكسيون. في البوان شنو هي؟ ان زيرو تولي شنو هي؟ زيرو 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 زيرو. دونك هذه ولات لي البوان دانفليكسيون اللي هي ابريم باش تسمعها ابريم. باهي دونك هذه الاولى. اوكي باه الالفا عندي الفا دونك باش تبقى نفس البوان دونك يتعدى من هنا. دونك هذاك التونجون. دونك كيفاش نرسمو التونجون؟ كان يتعدى من البوان 1 0 ولا 0 1 ومن بعد من 2 1 شي يولي 1 1 2 باه بيان. ها التونجون تاع مين يتعدى؟ دونك نجم نرسمو من توا التونجون يتعدى من لي دي بوان ومن يتعدى من 0 موانز 1 دونك موانز 1 0 التونجون تاع هاي سي. باه نبدو كل حاجه بشوي بشوي. اوكي انا كنت لاحظوا لي طونجونت سون باراليل للاكس
لاكس دي سيمتريا ويا محمد بصير فما فازا بالبركار اي ما هما ديجا سيمتريك اسمو فيهم بالبركار اما ني باش التلميذ ما يستعملش البركار نقول اخذ البوان اللي ماج عكسي اذا هو يتعدى من ال زيرو لا مش بالبركار معناها الكاكو لحظه هما اللي ميثود برشا محمد اما ني الحاجه تعجبني شوفوا جاي اللي تعجبني ني هات نقول لك كل شيء يعمله بالعكس اذا يتعدى من ان 001 شوف كيفاش اسهل هذا اسهل الكاكا خير تحط البوان حاجه سهله الفا 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 تبقى الفا الفا دونك يتعدى من النقطه هذه شفت النقاط اللي محدد فيهم توا محمد ركز معايا بس اجيس تاوي فهمتني عندك يتعدى يطبق الفا يطبق الورقه ايه وطبق الورقه نقولوا حي طبق الورقه ونقبها اما لحظات هي ركز معايا في هذه خير من هذا الكل ركز معايا ركز معايا محمد هو في البليس لانفيني دي ديريكسيون او جي ايش يولي دي ديريكسيون شنو العكس الاو جي شنو او اي او اي معناها في البليس لانفيني باش يولي هيك يا محمد عامل هيك مود ديريكسيون او جي ولا او اي باه شوف جاي الكوربه الكوربه كان او دي سي في التانجونت من الان بليس لانفيني او دي سي يعني فوق التانجونت باش يولي لوطا من التانجونت شوفتها ب ومن بعد كان اوديسو ريتا لوطا من زيرو اه اوديسو اش باش يولي اوديسي ماشي ماشي مش كيف كيف الاول اللي عملته مش كيف كيف هذه بعيده شويه الاخرى الاخرى هذه معناها بعيده شويه على الواحد لا الاخرى الاخرى هذه ايه ايه هيك اه بعيده قصدك على تنجم تعملها هيك معناتها هيك ايه صافا مفيد المفيد هي عندك انت لليور نحكي لك هنا معناها باش تحاول بشوي بشوي نجم هنا تاخذ دي بوان راك ترسم العكس تاعها اللي هي باش تكون من هنا ديجا فهمتني واضح ولا لا في الفايده محمد اعطيني اللور في الفايده تعطيني اللور صحيح راهو نجم هنا نخدم لك زاده بالبركات تخدم باللي ميثود اللي تحب عليه اما نحكي على اللور معناها اللور هو دي ديريكسيون شنو دي ديريكسيون او اي ولا لا ما احنا نحكوا دي ديريكسيون كان او جي ولا لا باش يولي دي ديريكسيون او اي ها حسب التقريب ها دي ديريكسيون او اي شفت حتى في هذا الزوج هيك بعد على بعضهم شوي المفيد انك انت تعمل اللور صحيح اوكي ولا لا به نشوف هنا الليميت في الزيرو قداش ما هي موال انفيني تولي في الموال انفيني وماشي للزي للزيرو دونك باش يولي وهنا كان اوديسو باش يولي من اش بيه اوديس اوديسي اوكي ولا لا ولي عندي الكورة بتاعي هذا هذا التيم تاع هذا كله بي مزيا هذا كله ايه بي بي هو جست لالور ديكو معنا عملت لالور دي كورة بتاعي اوكي هو يا سيدي باش نمشي للكيستيون اللي بعد ستيام مون شكون يقرا لي ستيام مون اي طلع اي طلع Septièmement, soit A, l'aire de la partie de plan limitée par la courbe gamma et les droits d'équation Y égale à 1, Y égale à E et X égale à 0. Montrez que l'intégrale de E de 1 à X est ln de X de X égale à E au carré plus 1 sur 4. OK. Et au carré. مونتري كي الانتجرال من ا من بي اكس ان دي اكس هذا باش نخدمها كيفاش نخدمها بالبريميتيف عاديه بريميتيف عاديه شنو هي البريميتيف انتغراسيون بارتي انتغراسيون بار بارتي صحاتي دونك هنا باش نحسب الانتجرال هذا الانتجرال من ا من بي اكس ال ان دي اكس دي اكس دونك هذا دي فونكسيون دونك باش نستعمل انتغراسيون بار 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 بارتي ها شنو نعملوا للديريفي وشنو نعملوا للبريميتيف يا ايه طلع ln دو اكس نعملولها ديريفيتي 98% ديما ln دو اكس نعملولها ديريفيه اوكي مش ديما راه اما في اغلب الاحيان هكا علاش قلت لكم 98 95% اوكي ولا لا الديريفي تاعها سي ان سور الفي بريم دي اكس هي طلع ايكالا كومبيان اكس دونك لي بريميتيف تاعها قداش ايكالا اكس كاري سور دو اوكي عندي مي اكس كاري دونك سيت انتغرال الانتغرال من الان لل او اكس ال ان اكس دي اكس ايكالا كومبيا ايكالا ال ان دي اكس كروشي عندي مي اكس سو كاري ال ان دي اكس بدي نشوف شنو شكون ال ان
اما عندي ميك نخرج برا نقول نعمل انتجرال من ان ل بي اكس كاري سير اكس باش تعطيك اكس صح اي دي اكس ايغال نبدلو اول حاجه بالاو بلي قص الميكروات كان قلنا هكا شكون قصوا لي الميكرو اوكي توالي ان دمي فوا او كاري ان دمي فوا او كاري على خاطر ال ان دو او سي ان وبالنسبه للان تعطيك زيرو هكا ولا لا Ben, ok. Moi, un demi, entre crochet, un demi, carré, on va dire comment on veut E. Et quand on l'a, donc c'est là, égal. Un demi, E au carré. Moi, un demi, facteur. Un carré au carré. Un demi, E au carré. Je vais vous dire un peu plus tard. Vous pouvez dire un, je te le dis. Moi, un demi, un carré. Un demi, E. Ok, d'ailleurs, je vais vous dire. Un demi, E au carré. Moi, 1 sur 4 e au carré, plus 1 sur 4. Et quand on a l'air? 1 demi e au carré, moins 1 quart e au carré, c'est pratique. 1 quart e au carré. Plus 1 quart. Donc finalement, le résultat est bistoli, e au carré, plus 1 sur 4. D'où, notre intégrale, l'intégrale de 1 sur 2, c'est e au carré, plus 1 sur 4 آه. إزولي X على N يعمل في الحس الميكرو نتاعك على N X إيجال E أو كاري بلس 1 سور 4 أوكي باهي نمشيو فوتون إيه بس هي علاش انتجرال اه اكس بروموسيال هيك اكس تحولت ان دي مي اكس وكاري اه بريميتيف هذا نتاع الاكس هي ان دي مي اكس كاري اه بريميتيف ايه بريميتيف كي يبدا كالكول ديريكت يعني بريميتيف دي بولينوم نغلط فيها معناها ما بين بريميتيف وديريكت اه لا هكا لازم تركز معاهم اوكي قلت قالت لي ماشي كل ما نلقوا على نخدموا الانتجرال انتجراسيون بار بارتي لا مش كل ما نلقوا على كل ما نلقوا بولينوم فوا على أو تخمم في الانتجراسيون بار بارتي خاطر مادام قال لك مونتري كي هو اول حاجه كالكيل دانتيغرال عندك دي ميثود يا اما بريميتيف ديريكت يا اما انتجراسيون بار بارتي هو ديما يقولنا على الانتجرال هو يقول لك ديما على الانتجراسيون بار بارتي اما احنا كي يبدو واضحين بولينوم وفعالين دونك اختاروا الانتجراسيون بار بارتي اوكي ما عاد ديما يطلبها كما عادتها ما يستعملهاش هكا اي ما هذه سامبل قلت لك ورد يعني هي هذيك هذه واضحه بولينوم اكس على ان اي ما تنجمش تستخدمها من غير انتجريشن لا لا ما تنجمش اون فما ايجاليتي اكس على ان دي اكس مون اكس دونك هي ال ان دي اكس مون او لا لا ال ان دي اكس بلس اكس في البريميتيف نو ما ديكش كي تاخذ مكان بالانتجريشن بار بارتي ديما خمم بولينوم هو مون انتجريشن بار بارتي اوكي شكون قلت فوتون فوتون اي فوتون Montrer que la fonction u définie sur 0 plus l'infini par u de x égale à x ln carré x moins 2 x ln de x plus 2x est une primitive de la fonction ln carré de x. Si on a la dérivée de u de x, ça touche ln carré de x. Sur 0 plus l'infini. Dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour tout x strictement positif, u' de x égale, dans la chambre de dérivée de l'école, x ln carré de x moins 2x ln de x plus des x de tout prime. La double ou la, la ou la, il y a sous la forme u fois v, et quand la la, معناتها فوتون عندك مشكله في الميكرو كان صار هيك الميكرو بيك. عندك مشكله في الميكرو خلينا نشوف حد اخر ما يسالش فوتون ايه ترى ايه تنجم تتكلم ايه باي ايه مش موجوده نجوى نورس نورس يلا اي نورس باش نعملو اي فوا في بتاع الاكس اي معناتها اكس تو بريم فوا ln كاري دي اكس بلوس نعملو ديليفري ln كاري دي اكس اي تو بريم فوا
fois x moins 2 au hair et au hair. I fois vert x. I fois vert. X بريم فوا ln دو X. اسمعي ترى شقولك شقولك نعمل هيك نعمل نتنازل نخرج دي اون فاكتير مون دي اون فاكتير شتولي لك ترى ولا ركزوا لي في ln دو X مون دي X بليس هيك عندي سيني موا خرجتها مون دو X ln دو X مون دي X هيك ولا نتو بريم شقولك ترى خليني نحي هذا نحي هيك باش تقول لك هي دي شنو هي الديريفي تاع اكس ان دي اكس مو زيد ال ان دي اكس فوالا صحيت الخطر هذه بريميتيف تاع ال ان دي اكس دونك الديريفي تاعها باش تعطيك ان دي اكس انا باش تقول لك مون دي ال ان دي اكس نسبا هيك ولا لا اي بعد نبدو بنت هذه باش تعطيك شنو ال ان كاري دي ال ان دي هيك ولا بلس دي فوا لا ديريفي دي ال ان دي اكس قداش ان سير اكس ال ان دي اكس فوا ال ان دي اكس هاي فوا x موان دي ln دي x ln دي x اوكي باي عندي x و x باش تطمح شو قلت لي دي ln دي x موان دي ln دي x موان دي ln دي x تطمح تبقى ln كرر دي x ln دي x موان دي ln دي x ماك سيرا يقال لكم بيا ln كرر دي ln كرر دي x فهمت الفازة كيفاش عملت هذه ولا لا ما مش عارف رد نجمو تعملوا ديريفي كل واحدة واحدة اوكي ولا لا؟ اما جيست اني لاحظت انه عندكم اكس ان دي اكس وعندكم اكس وتنجموا تخرجوا مون دي اون فاكتور تعطيكم هذه هي الديريفي بس علاش؟ ان دي اكس اما نعرفوا محمد شنو هي البريميتيف نتاع ان دي اكس؟ هي اكس ان دي اكس موان اكس بس كونستون فيك ولا لا؟ معناها كي تعمل الديريفي نتاعها x ln dx موان x باش تلقاها ln dx فهمت منك علاش انتم وانت تلقاها خاصة باش تحسبوا لها الديريفي ديما تسهل لكم الخدمة اوكي بطبيعة مش برشا باش يشلقوا بها اما راهو عادي راهي خدمة حتى عادي يحسبوا الديريفي وراك اموركم بالوحدة بالوحدة اما جيست هنا في الرابيديتي نتاع الخدمة اوكي دو راهو الاي نتاعي شبه اي بريميتيف primitive primitive de x qui est associé à l'n si ln x واضحه هيا يا سيدي ايش قال لكم من بعد هاي سي مونتري alors ك ا ايجال هيك اول حاجه الا باش نعرفها الا هي شنو هي الا لا لا ايه دي لا بارتي دو بلون ليميتي بار لا كورب تي اللي دروا دي سي كده نو اكس ايجال ا ايجال ايجال ا واي ايجال ا اورا اكس ايجال 0 نرجعوا للدرس نتاع نرجعوا للشيما نتاعي لهنا اذا كنت تعرفها راه الدار نتاعكم به ايجال ايجال ا وين ايجال ايجال ا ها هو ركزوا معايا مش تركزوا معايا فاهم هذا اللي جريجي قال ان ردوا بالكم ها اللي جريجي قال او يعني وين اللي جريجي قال اي هي الاي هي قداش دي فيرجيل ما هو دي فيرجيل سات ولا حاجه دي فيرجيل سات صحتي هذا اللي جريجي قال او ايوا مازالكم ديما تركزوا معناها الار نتاعي انا هي راح صفر والاكس قال زيرو ودروتها بطبيعة الحال مع الكوربة مش لحظة هذه شو بيجي هي نبدو قبل هذه هي لير اللي يحكي عليها راه شو نجمو نخدموها بريلاسيون دو شارل بريلاسيون دو شارل ما عندكش الاف موان زان يا سامح عليك باش تخدمي بها ردوا بالكم ها هنا يلزمكم تلقوا علاقة ما بين لير هذه اون فونكسيون دي كوا راهو الكورب بالله لحظة راهو عندكم تي و إيكغيك إيكالا أ و إيكغيك إيكالا إي و إكس إيكالا زيرو و تي هذاك تاع الإف موان زان ما عندكمش الإف موان زان دونك لازمني نرجع وين سيفون شكون الإف ولا لا؟ الإف صحيت ونحب نلوج على اللير هذيك السيمتريك نتاعها وين؟
Bon, y égale à 1, il y a les symétriques x égale à combien? X égale à 1. X égale à 1. Ben, je vais vous dire, c'est tout un par raison de symétrie. Ça aide, par raison de symétrie. Je vais vous dire, il y a l'air. X égale à 1, ou x égale à e. هذا الـ E اللي هي قلنا 3.2 معناتها هذا الـ E وشكون الآخر؟ والكوربة Y إيكالا 0 ما هيك ولا لا؟ إيه يعني لير هذه شفتها سيمتريك معاها؟ هي لير لقيتك هي نفسها هذه شفتها؟ بار سيمترية صحيح ولا لا؟ وي شفتوا لير هذه هي نفسها لير هذه، لير هذه ما بين شنو وشنو؟ والتي ما بين اكس ايكالا ا معناها الاكس ايكالا ا والاكس ايكالا او ها والكوب سي دي اف ريتو تو باش نولي نخدم بالفونكسيون اف اوكي ولا لا؟ وشكون الاخر؟ والاكس ايكالا 0 ايكس ايكالا ا 0 معناها هنا باش نجيست قبل ما نبدا نحكي على اللير نتاعي ا آه هي شنو هي الا نتاعنا هي اي سيمتريك سيمتريك ا آه. ل ليميتي بار كوا اكس ايغال 1 بار اكس ايغال 1 اي اكس ايغال اي اكس ايغال اي ايغريك ايغال 0 Y égale à 0 et la courbe C. يعني من الاخر راه باش نعاود نذكرها بالنسبه للكالكيل دير في اتونسيون كان عطاكم دي زي غريغ ردوا بالكم منها ما عندهاش كالكيل راه دي زي غريغ انتم كي تقروا في الواحده لازم يكون شنو انتم قداش عندكم من غريغ اصلا مش دي هو زي غريغ شفتوا كورب تي مش تي هذاك هو Y égale اف موازان دي اكس ايه Y égale 1 Y égale اي قداش عندكم من غريغ 3 ديما خمموا في السيمتريك ما وين تلقاها في اكزرسيس ومشوا لوجوا على السيمتريك والا كيفاش نجموا نقسمها بالشارل معناتها اي تقسمها معناها بريلاسيون دي شالس ولا ب معناتها بال زي مثلا نعطيكم اكزومبل مثلا عندي الكورب هذا باش نعطيكم مثال عندي هذا الدروات هذا الفونكسيون تاعي اف وعندي لاكس دي سيمتري لو اللي هو هاد باش ناخذ هذا الاكس دي سيمتري هذا ايغريك ايغال اكس وهذا ايغريك ايغال مونز اكس مثلا جيست ركزوا معايا ديما ردوا بالكم كي يبدا عندكم ترواز ايغريك ردوا بالكم منها وعندي الكولوب نتاعي عامل كما هيك مثال باش نحسب لير هذه هي محصوره ما بين شنو وشنو عندكم الكور بي دي اف وشنو اخر ايغريك ايغال اكس وايغريك ايغال موا موانز اكس قداش عندكم من ايغريك لهنا محصوره في ليه 3 ولا لا دونك اذا كنتم تقسموهم على قداش على قداش باش تقسمون اذا كنت تقسمون على زوز على دو شفتوا لير هذه ولات لي ما بين شكون وشكون ما بين لا كور بي دي اف اي غريغي غالا اكس واللير الكحله هذه ولات لي ما بين شكون وشكون غريغي غالا مونز اكس والاي غريغي غالا مونز اكس حيت غريغي غالا مونز اكس ومن بعد نبدا نلعب على زيكس اوكي عندكم الاكس هذه مثلا لهنا ا وعندكم لهنا زيرو وعندكم هذه بي دونك كان تلاحظوا لير نتاعي هذه يعني نخدمه من الا للزيرو من الزيرو للا صحيتي دونك تولي هي الانتجرال ما بين الا والزيرو دي كوا تولي لك لا كوربي اف دي اكس موا موانز اكس يعني بلس اكس دي اكس بلس الانتجرال من الزيرو بي دي لا كوربي اف دي اكس موا لا دروات اكس دي اكس شفتها كيفاش تقسمت هذه لير نتاعكم كيف
يعني جي نعطيك الديفينيسيون دي لير اونتر 3 y دونك لازمك تقسمها بهذه لو كان عطاكم الكور بي اف موان 1 وما قال لكمش خرجوا لي الاف موان 1 دي اكس اسكي خرجنا احنا اف موان 1 دي اكس معناها راهو مادام لي ما خرجتش الفونكسيون ريسبروك دونك اوتوماتيكمون باش نمشي نرجع للفونكسيون اف باش نرجع ما بين الاف موان 1 والاف شنو نعمل هو السيميت بار سيميتري اوكي ولا لا دونك تمشوا ترجعوا للكورب نتاعكم وتلوجوا على السيميتري واضحه هذه السيميتري اوكي ولا لا ما عندكم حتى حل فاك انكم ترجعوا للسيميتري اوكي قلنا لير نتاعي دونك هي سيميتريك لشكون الير ليميتي بار اكس يقال ا اكس يقال ا يغريك يقال 0 والكورب سي دي سي دي اف دونك الاش تولي تساوي يعني تولي الانتجرال من ا لل او دي كوا من ا لل او دي فالور ابسولي دي اف دي اكس دي اكس شفتوا كيفاش هي نفسها وبحكم انه الاف دي اكس يشبهها بوزيتيف ولا لا من الان للاي بوزيتيف ولا لا الكورب نتاعي فوق الدرا فوق لاكس دي زابسيس معناتها راهي بوزيتيف دونك لهنا باش تبقى نفس الليغاليتي انا باش تتنحى تنحى تنحى الفالور ابسولي صح دي اف دي اكس دي دي اكس اللي هي ايجال هاي دونك هذا بالنسبه كاكزومبل ايجال اكوا نبدا اول حاجه سي الانتجرال من الان للاي شنو هي الفونكسيون تاعي اف دي اكس اكس ال ان دي اكس اكس ال ان دي اكس موان زان دي مي ال ان كاري دي اكس اوكي هذه باش نقسم على زوز بطبيعه الحال الانتجرال من الان للاي اكس ال ان دي اكس ال ان دي اكس والانتجرال من ديجا هذه حاسبينها مو لا ان سور دي الانتجرال من الان للاي دي ال ان كاري دي اكس عندكم البريميتيف دي ال ان كاري دي اكس عندنا زوز اي صحيح غير جسر الفكره انه كيفاش نربطهم مع الاخر باش نقسم اي باش نقسم دونك سير اي قال هذه قداش قلنا اي او كاري بلس ان سور 4 سير 4 مو عندي مي اونتري كروشي اي اكس ال ان كاري اكس ال ان كاري دي اكس موان دي اكس ال ان دي اكس بلس دي اكس بلس دي اكس بلس دي اكس اونتري كواي كوا اونتري الان وال من الان لل اوكي عندنا اي او كاري بلس ان سير 4 مو ان سور دي نبدلو اول حاجه ال ان كاري دي ال ان ال ان دي اس ام معناها اه موان دي بلس دو زي بلس دو زي مو نعملو سيني مو في الان باش نعطيكم زيرو هذا لهنا زيرو زيرو حتى الاخرى زيرو موان موان دو موان دي واضحه بعد شنو نعمل نمشي نعمل فما سامبليفيكاسيون عندنا اول حاجه سامبليفيكاسيون بالموان دو زي ولا اي موان دو سور دي باش نوحد المقامات جست باش نوريك دونك باش نعاود نكتبها دونك سير ايغال او او كاري بلس ان سي كاتر موا موان قداش موان زان ديمي يعني موا اي موان دو سور دي موا اي موان دو سور سير دو بين واحد نحط المقام في دو انا باش تولي لي كاري او كاري بلس ان موان دو زي بلس بلس 4 sur 4 اللي هي ايجال ا يعني اي اي كاري موان دي زي بلس 5 سير 4 بلس 5 سور 4 سير 4 اللي هي ريزيبال اللي حاجتنا بها دو راهو ا سير ايجال ا اي او كاري موان دي زي بلس 5 سور سير 4 بينيتي تي اللي هي ريزيبال اللي حاجتنا بها